اوكي بلال نبدا. تفضل. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الله يعطيكم العافيه جميعا. يعني انا بدي ابدا اولا بشكر زميلكم بلال، حقيقه بلال واحد من الخريجين اللي انا بفتخر انهم موجودين عندنا في الجامعه. يعني قليلون الطلاب اللي تخرجوا وبلشوا حياتهم بالتعليم مباشره، بلال منهم. وبلال يعني اشتغل 99.9% من هاي الوركشوب اللي راح تقدم اليوم كجزء أول منها، وهي معنية بالبحث العلمي والبيسكس اوف ريسيرش. هلا ما بدنا نتوقع انه المشاركين يطلعوا بورقة علمية، نتمنى طبعا لكن لا نتوقع، لكن قبل الورقة العلمية وقبل كل شيء المفروض ان يكون عندنا البيسكس اوف ريسيرش، وهذا اللي راح يشتغل عليه بلال معاكم في الأربع أجزاء اللي راح يعمل فيها الوركشوب، وان شاء الله راح يكون كلنا معه. هلا كلكم بتعرفوا انه البحث العلمي صار هو ما يميز الناس او ما يميز الخريجين عن بعضهم. عندنا الاف الخريجين لكن عندنا عشرات الخريجين الباحثين. فالتميز في البحث العلمي هو احد الوسائل المهمه جدا جدا لان يكون يعني مستقبلك الوظيفي في امان وليس في خطر. سواء كنت طلاب طب، سواء كنت طلاب طب اسنان، طلاب من الكليات الطبيه، طلاب من الكليات الهندسيه، هذا في جزء مشترك في كل الأبحاث يجب أن تعرفوه، وهذا الكورس إن شاء الله راح يغطي هذا الجزء، وإحنا يعني راح نكون جاهزين نستقبل أسئلتكم على الجروب ونحاول نجاوب ونتفاعل ونبني مشاريع. أنا بدي أحكي عن الطب أكثر إشي بحكم يعني التخصص. إحنا خطة الطب مبنية على الريسيرش صارت، وكل طالب طب لازم يتخرج في وهو مشارك في جزء من البحث العلمي. فأنا بتمنى أن طلاب الطب يكونوا مركزين جدا معنا، يحاولوا يستفيدوا قدر الإمكان من هذه الوركشوب، لأنه اللي صاروا طلاب سنة رابعة هلأ راح يكون عندهم الشهر القادم تسجيل في مساق البحث اللي هو بده يكون متطلب تخرج رئيسي له. فكل الطلاب الطب في السنوات اللي قبلها كمان يشاركوا فيه ويركزوا كويس، لأنهم بعد فترة مطلوب منهم شغل، مطلوب منهم يعني مزيد من الإنتاجية ومزيد من التركيز في هذا الملف. فأرجو أنه يكون هاي المشاركة ذات فائدة منكم. أنا متأكد بلال راح يقدم يعني State of the Art Workshop بصفة بيهمنا كثير، أنه يكون عندكم أنتم برضو State of the Art يعني تقبل وتفهم ودراسة ومتابعة لهذه الوركشوب والاستفادة. لا تهملوا هذه الفرصة، هذه فرصة يعني نادرة جدا يصير وركشوب زي هيك مع شخص يعني درس وتعب على الموضوع، والوركشوب بتدققات وتراجعات المحتوى تاعها ممتاز علميا، وتقديم بلال راح يكون سلس. المهم هو المتابعة ومحاولة الاستفادة، فبتمنى انكم تحاولوا تتابعوا وتستفيدوا، واي اسئله تسالوها وان شاء الله رب العالمين راح يكون في عنا متابعه دائمه لمن يرغب، واي حدا عنده اي سؤال دائما ما يتردد في طرحه مباشره او بعد الايام العمل. احنا عنا الخميس والاثنين، والخميس والاثنين اربع ايام ان شاء الله بنخلص فيهم الوركشوب، وتكونوا قادرين على انكم تبداوا رحلتكم في البحث العلمي. فشكرا لحضوركم، وشكرا يعني لبلال مجددا على همته وعلى عمله، وان شاء الله انكم كلكم تلتزموا ب محاولة إفادة نفسكم من ما سيقدم في هذه الورشة. أنا بترك التقديم والشغل كله لبلال، وأنا معكم إن شاء الله بحاول أساعد قدر الإمكان. تفضل يا بلال. شكرا دكتور، جزاك الله خير. طيب السلام عليكم يا جماعة جميعا، يعطيكم العافية. أول شيء أنا بلال دروبي، وهلأ عم ساوي امتياز تبعي بالمؤسس. راح نخوض بالموضوع مباشرة إن شاء الله من دون إطالة، طيب لانه بدنا نفوت على الشغلات المهمه. الكورس هذا بس تعريف على السريع لانه كثير ناس يبعثوا لي اسئله، وشكلها الفكره لسه مو واضحه لبعض الناس، مو فهمانين الوركشوب هي بالضبط عن شو. الوركشوب هي راح تكون كورس قصير تعريفي للناس اللي حابين يبداوا رحلتهم بالريسيرش. الورشه هي ان شاء الله راح تاخذ منا البيسك سكيلز يلي بتمكنك انك تقدر تبدا ريسيرش ان شاء الله بعدها مباشره. فهي بتعطيك العلم، هي شغلة جدا مهمة. ما نحن يعني ما رح، لأنه في بعض الناس سألوني هل رح نعطي opportunities لريسيرش، هل رح نعمل ريسيرش ماتشنج، ما في من هذا الشيء. أنا اللي بقدر أوفر لكم إياه هو العلم إن شاء الله، وبعد هيك كيف أنتوا تلاقوا الفرص تبعكم، هي شغلة مسؤولية تقع على عاتقكم وليس على عاتقي. طيب I hope إنه إن شاء الله يعني الأوديو وكل شيء شغال تمام يعني، والسكرين از ريكوردينج. فان شاء الله هلا مثل ما حكى الدكتور محمد انه يعني الورشه هي ان شاء الله حتكون فيها اشياء يرضيكم، ولكن اهم شيء تلتزموا فيها.
راح مثل ما انا نزلت على الجروب حتكون الورشه على السريع نحكي يعني مكون من اربع بارتات بارت 1 و2 و3 و4. هلا هي هون على الشاشه بتشوفوا انه هي 3 بارتس. عندك الانترودكتوري اللي هي ان شاء الله المفروض نغطيها اليوم، بعدين ستاتستيكال اناليسس هي جزء واحد ولكن حتكون محاضرتين على الاغلب، والثالثه الرايتنج ببلشنج وحده، فبيكون 1 زائد 2 زائد 1 توتال 4. طيب فنبلش بسم الله. طبعا الشاشه عم تتسجل وراح تنزل بعدين على اليوتيوب بعد ما انا اعدلها وظبطها بعد ما اخلص ان شاء الله اليوم، نزلها على القناه اللي بيحب يتابع بعدين. ولكن انا صراحه بنصح الجميع يتابعوها لايف مشان يستفيدوا قدر الامكان، وفي الخاتمه راح يكون في اسئله واجوبه اللي بيحب يسال ويستفيد. طيب طبعا هون how to do research from A to Z with med students with some missing letters. طبعا الورشه هي ما راح تعطيك 100% كل شيء، مستحيل اي ورشه بالعالم تعطيك كل شيء 100%، ولكن هي بتعطيك الاساسيات مفاتيح الابواب اللي بتقدر من خلالها تكمل طريقك ان شاء الله. خلينا نبلش بسم الله على السريع. حنبلش بتعريف سريع للريسيرش، انا ما بدي يعني اطنب ويعني ندخل في تضييع الوقت، ولكن على السريع لانه في ناس لسه مو فهمانين شو هو الريسيرش. الريسيرش يا جماعه كيف الشاشه هي بدنا نرجع سبوتلايت. طيب بسم الله. الريسيرش في كثير ناس لسه مو عارفين شو هو الريسيرش، بيفكروا انه الريسيرش هو مجرد البيسك ساينسز ريسيرش، انه والله انت مثلا تكون بالمختبر وقاعد عم تكتشف دواء جديد، او انت تطلع على الميكروسكوب وتلاقي نوع كانسر جديد ولا تلاقي علاج الى اخره، او انك يعني تصنع عمليه جديده. اكيد طبعا هذا يدخل في الريسيرش، ولكن حقيقه الريسيرش موضوع اوسع من هيك بكثير، خصوصا نحن ككلينيشنز. نحن ككلينيشنز هلا طلاب طب طبعا ان شاء الله بنصير كلينيشنز بالمستقبل، اغلبنا حنشتغل بالكلينيكال ميديسن اللي هو العلاج السريري للمرضى. اغلب الريسيرش خصوصا لنا كطلاب حقيقه ما بيشمل نوعين هذول من الريسيرش، وانما بيشمل شغلات اوسع من هيك بكثير. هلا اذا بنساوي زوم على الصوره هي يعني اللي انا عملتها بحجم ضئيل جدا هون، راح تلاقوا انه حقيقه اغلب الريسيرش بيكون هيك شكله. بتكون انت قاعد على كمبيوتر قدامك شاشه وعم تعمل عليها بغض النظر، هلا ان شاء الله حنحكي شو الشغلات هي اللي بتنعمل، سواء كنت عم تعمل literature review، تقرا ريسيرش غيرك تفهمه تلخصه، تجمع داتا، عم تعمل statistical analysis لداتا او ترايل معينه، او سواء retrospective او prospective study، كل هاي الشغلات حنحكي عنها. ولكن فعلا خصوصا نحن قلنا كطلاب، والورشه هي مصممه خصوصا قلنا لطلاب جامعه العلوم والتكنولوجيا، فانا عم بحكي شغله specifically designed قلنا، الواقع انه اغلب الريسيرش هيك حيكون حقيقه. طيب ف مثلا اعطيكم بس مثال سريع، ما بدنا نطول على هي القضيه، قضيه اختراع دواء جديد هي كلها بنفكر فيها، ولكن حقيقه الريسيرش اصغر من هيك بكثير. الريسيرش هي شغلات البريك ثرو، انك تكتشف شيء عظيم جدا ما حدا اكتشفه قبلك. ولكن طبعا حقيقه يعني سرعه تطور العلوم هي شو بيبي ستيبس، فاي معلومه صغيره فيك تثري فيها المناخ أو البيئة اللي حواليك، البيئة الطبية بحالتنا، أي معلومة فيك أنت تزيدها بتكون أنت عم تفيد مجتمعك. خلينا نعطي عليها مثال، بعدين نعطي مثال آخر، مو بس أنك تزيد معلومة، مجرد أنك تأكد معلومة سابقة أنت عم تفيد المجتمع، حتى لو ما اكتشفت أي شيء جديد، مجرد التأكيد. حنحكي ليش إن شاء الله. ولكن مثال، التهاب السحايا، طيب بما أنه هذا الموضوع أنا عندي على ريسيرش. التهاب السحايا هو شو؟ بيصير انفكشن بالمننجز، في له اعراض معينه، الم راس يعني هدك نوزيا فوميتنج سيجر الى اخره. في منكم ناس درسوا النيورو وفي منكم ناس لسه ما درسوا. على كل حال هو التهاب يعني غطاء الدماغ والعمود والنخاع الشوكي، في له اعراض. هلا مو شرط انت تكتشف العلاج، هذا اكتشاف جدا عظيم، بس انت كطالب طب اي حدا بيقدر يعمل دراسه اصغر من هيك ومع ذلك تكون مفيده للمرضى وينقذ فيها ارواح ناس. مثلا انه يدرس كم نسبه الاعراض بكل مريض، يعني عندنا مثلا 100 واحد عنده هذا المرض اللي هو التهاب السحايا، حلو، بنعرف انه اعراضه الم راس وصداع وتشنج وحراره، بس كم واحد بالمية عندهم حراره؟ بنحكي مثلا 90%. كم واحد عنده صداع؟ 80%. كم واحد عنده تشنج؟ 5%. مجرد انت انك تجمع داتا من المستشفى، مثلا تروح على المستشفى تقول لهم يا جماعه انا بدي
تعطوني ملفات المرضى يلي صار عنده التهاب سحايا خلال الخمس سنين اللي مضوا. بتجمع المعلومات هاي، بتحللها، بتشوف شو الأعراض الشائعة شو الأعراض النادرة. طبعا هذا بيساعد الدكتور انه يشخص المرض. هلا نحن بنعرف هذا العرض انه موجود، بس مثلا ما بنعرف كم هو موجود، فهذا الشيء بيساعد الدكاتره انه يشخصوا بدقه اكثر. لانه مثلا اذا الحراره موجوده ب 90% او خلينا نقول 100%، هذا يعني انه لو ما كانت الحراره موجوده فينا نستثني المرض هذا مثلا. فهي هي الفكره، اي معلومه صغيره فيك تفيدها حوالين اي مرض مهما كانت ضئيله مع تراكم الزمن، العلم لانه تراكمي، بيجي غيرك بعدك واحد بيستفيد من هي معلومة ويطبقها وبتنفع غيرك. طيب، فهي على السريع، ما بدنا يعني الموضوع بهالبساطة، وإن شاء الله مع الخبرة بتصيروا بتعرفوا أمثلة كتير للريسيرش وحنحكي عن بعضهم. طبعا هي غطينا واتز ريسيرش. هلا واي، في كتير ناس بيسألوا أنا ليش أعمل ريسيرش، في كتير أجوبة، ولكن خلينا نختصرهم بجوابين أو لا ثلاثة. الأول يلي هو حكى عنه الدكتور محمد وهو شيء جدا واضح ومهم، إنه الكارير بروجرس، الكارير بروجريشن. أنت بكرة إن شاء الله حتتخرج طالب طب، عندك شهادة وكل حدا مثلك عنده شهادة. طيب، أنت جيد جدا، ممتاز بغض النظر، بس في يا أخي آلاف الخريجين، فكيف المستشفيات أو مقاعد الإقامة أو التخصصات بدون يفاضلوا بين الناس ويميزوا، يعرفوا الخبيث من الطيب يعني، يعني مو هيك بس، فكيف بدهم يعرفوا بين يميزوا بين الناس؟ ما بتكفي الشهاده. فبيقولوا والله هل انت عندك ريسيرش، هل انت نشرت بحث او اثنين، شو كانوا؟ فهي شغلات مهمه، هي واحد، فهي بتقويك جدا جدا في التقديم الى التخصص خصوصا برا، يعني هي نقطه جدا جدا مهمه. هي واحد. اثنين، انك تنفع المجتمع وتنفع اللي حواليك، هي شغله واضحه كمان ما بدها يعني تبرير. الشغلة الثالثة والأخيرة يلي هي يمكن أقل سبب ولكن هو من أقوى الأسباب، هو الفضول. الفضول يعني curiosity، يكون عندك حب وشغف للعلم، إنك تحب تعرف تكتشف ليش الشغلة هيك الله خلقها. يعني هي الموضوع بهالبساطة، مو شرط أحيانا يكون عندك شغلة بدك تستفيدها، ولكن عندك يعني حب للعلم، ويعني هذا دافع حقيقة جدا جدا مهم. طيب هلأ بالأخير نوصل لفكرة، بعد ما اقتنع منكم أنه أوكي الريسيرتش عرفت شو هو، عرفت ليش أعمله، هلأ كيف بلش؟ كثير ناس بيحكوا معي بيقولوا أنا بدي بلش والله ماري عارفة من وين، ساعدني. هو كيف بدنا نساعدك؟ يعني هذا الموضوع طويل جدا، لذلك الورشة هاي، فإن شاء الله حيكون فيها المقدمة لكم. فهلأ حنبلش كيف نبدأ الريسيرتش. رقم واحد، لازم تصير competent. كومبتنت يعني تصير انسان كفؤ. هلا الفكره بالريسيرش يا جماعه انه نادر جدا انه تجي لك فرصه على طبق من ذهب الا لو كنت كثير محظوظ يعني. فهي واحده من شغلتين لا ثالثه لها، اما انت يجيك ريسيرش حدا يعرض عليك، او انت تفوت بريسيرش موجود من قبل. يعني مثلا دكتور عندنا دكتور محمد القضاء مثلا عنده ريسيرش، هو تروح عنده المكتب تقول له والله يا دكتور محمد انا حاب اشتغل ريسيرش، يقول لك والله اهلا وسهلا، انا عندي بحث مثلا عن سرطان الرئه وعندي الدور الفلاني فاضي ما حدا عم يشتغله، تفضل ساوي وساويك معي مؤلف يعني كو اوثر رفيق في المقاله. فهي الاسلوب الاول، الفكره الاولى. الفكره الثانيه انه انت تبدا بروجكت من عندك، يعني يا تفوت عند حدا او انت تصنع البروجكت تبعك من الصفر وتجيب الفكره وتفوت معك غيرك او تعمل فريق. طيب، ولكن الفكره كيف بدك تعمل هذا كله اذا انت ما عندك خبره، ما عندك علم؟ طيب، فلازم تكون كومبتنت، لانه قليل جدا تلاقي فرصه حدا يدعوك ويعلمك من الصفر. فبدك تكون يعني متعلم، وان شاء الله الورشه هي حتعطيكم السكيلز هي الكافيه. هلا واحده من اهم الشغلات انك تقرا، ريد 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 ريد، انا كاتبها هيك ثلاث مرات، كورسز ودو، هي ثلاث شغلات، الريدنج والكورسز. هلا الكورس منا هذا، ولكن حتى انا ما بمدح الورشه هي وبقول حتعطيكم 100%، لازم انت تلعب دور انك تقرا دائما ريسيرش لحالك. في فكره مهمه يا جماعه، انه بالايام الشعر الجاهلي قبل ما واحد يجي يالف شعر، ما بصير والله يصير هو شاعر مره واحده، بده يقرا شعر من قبله، صح ولا لا؟ فقبل ما يالف شعر بده يعرف شعر غيره. نفس الشيء بالريسيرش، ما في شيء اسمه والله انا حاب اعمل ريسيرش على المننجايتس، بسم الله خليني بلش اقرا، خليني بلش الف مقاله عن التهاب السحايا او الزايده مثلا الابندسايتس، ما بصير.
أنت مين لحتى تقعد تتعلم غيرك؟ يعني هي الفكرة. فلازم تعرف علم من قبلك ثم تضيف عليه، لأنه العلم تراكمي. هلا هذا كيف بتساويه؟ إن شاء الله يعني حقلكم كيف تقدروا توصلوا لمقالات تقرأوه، ولكن حقيقة الريسيرش أغلبه مجرد ممارسة. الكورس ما بتعطيك إلا بداية الطريق، وحتى هذا يعني أي حدا بيقول لك حاعطيك 100% ما بيكون كلامه دقيق. يعني وأنا ببداية الكورس حكيت إنه هذا from A to Z with some missing letters. طيب بسم الله نكمل حكي. فjoin a doctor's project or create your own شرحنا. هلا رقم واحد ونصيحتي الكبرى والأهم إنه عن جد you should be curious. لازم يكون عندك يعني أنت اسأل أسئلة من حالك، لأنه هي مع الوقت هي اللي بتجيب لك الفرص. وأنا ياما صارت معي شغلات إنه أحكي لكم يا جماعة، هي مثال حي من السنة الماضية. كنت أنا قاعد بالطوارئ وكنت قاعد مثل العادة، لأنه أنا عندي عادة إنه هذا الآيباد تبعي لكم، وكثير ناس بيعرفوني بيشوفوني دائما ماسكه معي بالطوارئ. فكنت والله قاعد على الآيباد وعم بقرأ مقالة، راح واحد من الدكاترة، ما بعرف إذا بيحب يذكر اسمه ولا لا، اسمه مثل اسمي، بيقول لي شو بتقرأ؟ قلت له كيت 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 ارتكل عن 1 2 3 بالابيديميولوجي. قال لي ايه والله يا زلمه انا عندي فكره هي بحاب اعملها تفوت معي. قلت له ايه. بكل بساطه هي ريسيرش اوبورتونيتي. فمن الكيوريوسيتي انه انا قاعد بقرا بالطوارئ اجى واحد شافني وقال لي والله انا عندي فكره تعال خلينا فوت معي فيها. ففعلا هي يعني دو نوت اندر استيميت الشغله، هي مجرد انك انت تحب العلم وتقرا دائما أو تحكي مع غيرك عن الريسيرش، إلا ما مع الوقت تتراكم عليك إن شاء الله تطلع لك فرصة. فهي شغلة مهمة، هي رقم واحد. اثنين، لما بدك تبدأ ريسيرش get a good team do. طيب هي شغلة مهمة، لما بدك تشتغل عن جد مع ناس أكفاء، لأنه الريسيرش بياخد وقت كتير 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 وهو بده نفس طويل. طبعا هلأ في كتير ناس بيسألوا الريسيرش كم بياخد يعني لحتى انشر أرتكل. طبعا جواب مفصل يعني حسب كثير عوامل، بس عموما you should not expect to finish a research before 1 year let's say. خلينا نقول يعني 1 year minimum، ممكن 9 months في حالات نادرة، ولكن الأقل من سنة average. خلينا نقول سنتين. أنا عندي research وصل صار له 3 سنين وهي فايت على الرابعة، والله كنا فتنا على الرابعة. فالمهم لما تكون أنت عندك هيك نفس طويل يا أخي، 4 سنين ولا 3 سنين أو سنتين، حتى يعني حتى سنتين مو شيء قليل. لو كان التيم تبعك بلشته بخمسة أو ستة وثلاثة طلعوا بنص الطريق، هدول يعني أول شيء عطلوك. اثنين، رح يجوا بآخر الريسيرش رح يعملوا مشاكل، يقولوا لك والله أنا اشتغلت أول صفحة ولا اشتغلت أول 3 شهور وهلأ بدي أحط اسمي والمشاكل هاي. فاللي أوله شرط آخره نور يا جماعة، هذا يعني القانون أنا بعيش فيه. فدائما ما يعني do not join people unless you know he is competent. إنسان فيك تثق فيه بعلمه وبثقته يعني بالعلم والإخلاص القوي الأمين. طيب يكون ناس شاطين فيك تثق فيهم وتعتمد عليهم، لأنه أنتوا لما تكونوا مع تيم ما حتعدوا تلحقوا بعض، أنت اشتغل وأنت اشتغل. المفروض كل واحد يقول أنا حأخذ هي وأنا حأخذ هي، يكون عنده هو مبادرة. فمهم جدا يكون عندك good team. و do not be scared to be busy. كتير ناس بيقول والله أنا خايف وما حلحق، هو صح يمكن ما تلحق، يمكن أكيد حتنضغط، ولكن حقيقة لازم تكون مشغول. يعني أنت فايت الجامعة كلية الطب فأكيد حتنشغل. في عندك صح، في عندك دراسة جامعة، في ناس منكم بدهم بورد وبدهم يطلعوا لبرا صح. ومثل ما قلت كمان الريسيرش مهم جدا، فبدك تحاول تضغط حالك. يمكن ما تلحق توازن بيناتهم كلهم صح أحيانا يعني، ولكن هي بالأخير فعلا مهم أنك تكون مشغول، والشغل كمان هذا بيحفزك على أنك تكون more effective. على كل حال يعني أنا صراحة بالأخير حتى كنت خاف أني أشتغل ريسيرشين بنفس الوقت، بس بعدين اكتشفت انه لو بدي استنى كل ريسيرش يخلص وبعدين فوت على اللي بعده، هيك يعني حتخرج وما يكون عندي غير 1 اور 2 بيبرز. فمهم جدا انك تحاول تشتغل قد ما تقدر خلال نفس الوقت. طبعا التايم مانجمنت هذا شيء بيرجع لك انت، ولكن ديفينتلي يعني خلينا نقول بدايه كايم تبلش ان شاء الله ب 1 بروجكت وان شاء الله تكمل على الباقي. هلا سؤال، كيف لاقي ريسيرش؟ او كيف انا بحياتي ما قرات ريسيرش ارتكل؟ بعضكم هيك، أنا بحياتي ما شفت أي peer reviewed article ولا قريته، أو يعني لا أكاد. كيف بدي بلش أعرف شو هو الريسيرش؟ فببساطة بنقول الموضوع ببلش بأنك مجرد يعني مثل السباحة you have to throw yourself in the water أول شيء. ففي كتير مواقع مثل منتديات علمية خلينا نقول بينزلوا news للساينس.
طبعا هنحكي عن هذا بالتفصيل بعدين. في عندك الجورنالز العلميه هذا شيء اخر، بس خلينا نقول فور بيجنرز او يعني جاست تو جيت ان ايديا. في كثير مواقع حلوه منها مثلا ساي بلوج ومنها ساينس ديلي. اوكي هدول الموقعين يا جماعه. هلا سبحان الله، هي اول ارتكل انا نشرته. باختصار بحكي لكم القصه يعني باختصار سريع بس مشان توصلوا للعبره، لانه في منها فكره. هي هذا موقع للسايكولوجي، هلا طبعا ما له علاقه بالطب ولكن بالاخير كله ريسيرش. انا عندي باشن للسايكولوجي، كان هذا المنتدى عم تابعه لاني بحب السايكولوجي. بيوم من الايام مريت على ارتكل حبيته كثير، يعني مثلا ديسيجن، مثلا هذا سيلف كومباشن، هي مايندفولنس، وات ايفر، ارتكل معينه عجبتني كثير. الارتكل هذيك قراتها قلت والله حلوه. تواصلنا مع مؤلف الارتكل، لانه هون بيعطوك الريفرنس بالاخير، اذا بتجي لتحت بيعطوك الريفرنس بيقول لك والله المقالات 1 2 3 بيكون فيها مراجع هون. فانا شفت العنوان، رحت على الايميل الارتكل، تواصلت مع المؤلف، وتصوروا انه المؤلف من جامعه ييل بامريكا. قلت له يعطيك العافيه، طبعا كله بالانجليزي، I am interested in your research and I would like to replicate it. حكينا تفاصيل، اشتغلنا سنتين وساعدنا كثير هذاك الدكتور، وسبحان الله بالاخير نشرت. من مجرد انه كان عندي interest اني تواصلت مع مؤلف الارتكل، وهو كمان كان كثير welcoming، طبعا كان دكتور رائع جدا اسمه أنتون جولدويتزر. على كل حال، فهذول طبعا هذا للسايكولوجي، بس في نفسه للطب. تجوا على ساينس ديلي مثلا، انت بس بدك تاخذ فكره، انا كيف بدي يعني اقدر اقرا ارتكل مثلا. هون بتلاقي بالساينس ديلي في عندك خانه للهيلث للتكنولوجي اتسترا. بنيجي مثلا على الالرجي، مثلا انا بدي اقرا عن الحساسيه، او لا خلينا ناخذ الدايابيتس بما انه كل حدا بيعرف الدايابيتس. اوكي، هون بيعطيك الريسيرش الجديد اللي طلع. هذا ليس للعلماء، ليس للاطباء، وانما لعوام الناس، بس خلينا يعني نضرب امثله منه. فمثلا هذا مثلا نوتريشن ستراتيجي فور فايتنج اوبيسيتي، هي ارتكل عن السمنه. الموقع هذا بيعطيك التاريخ والتلخيص تبعه، انه لقوا مثلا اسلوب جديد لحتى الواحد يخسر وزنه، وبيكتب لك هون الارتكل. طيب هذا الارتكل مثل ما حكيت لكم، واحد على الاغلب بيكون شو بيسمون هذول، اعلامي، اوكي، جورنالست بالساينس، هي از انترستد، وبيلخص الارتكل. بس بتيجي لتحت بيكون الريفرنس موجود، الستوري سورس، فبتلاقي الجورنال ريفرنس مثلا. فبتصير انت اول شيء بتقرا هي حبيتها، بترجع للمرجع، اوكي، بتروح على اللينك وبتقرا الارتكل العلميه. انت هلا كدكتور طبعا المفروض تقرا الارتكلز العلميين الحقيقيين، فبتلاقيها هون، وهكذا من هون. يعني this is how you come across research، بده يكون عندك انت انترست انك تدور، سواء انك تساوي سبسكرايب او regularly انك تتابع المواقع هي بغض النظر شو كان. طيب، او تتصفحها، او في كثير مواقع بتشبهها يعني، ولكن هي الفكره حبيت اوصل لكم اياها. وهكذا، وبتيجي هون على الموقع بتحمل البي دي اف، ويعني هكذا الريسيرش يكون. طبعا في مجلات علميه للاطباء خاصه، طيب، مثل اللانست ونيتشر وغيرها، كمان هذول نفس الفكره، بتروح على موقعهم وبتشوف شو اخر شيء نزل خلال الشهر هذا. نفس الشيء تماما، ما حقعد افتح هلا موقع، هذه الفكره. وطبعا شو احسن الجورنالز بالطب وشو المشهورين، معروفين اسمائهم، اللانست ونيتشر و يعني وكثير منه كمان فرونتيرز الى اخره. فبتروحوا يعني هيك الموضوع، هيك بتلاقي الريسيرش اللي انترستس يو. هلا جوجل سكولر بوتن، هذا يعني very very important tool لحتى تخليك تلاقي research، يلي هو هذا. طلعوا، شايفين انتوا يا جماعة الزر هذا اللي فوق يلي بالزاوية على اليمين، يلي هو هي الطاقية الزرقاء، هي الجوجل سكولر بوتن. ان شاء الله حنحكي عنه بالتفصيل، اوكي. يعني مثلا انتوا بتكون تدوروا على article عن الديابيتس، تكتبوا مثلا هون ديابيتس، بيلاقي لك الارتكلز، طبعا في كتير بس هي اول ثلاث مثلا results. حنحكي عنه ان شاء الله بعد حوالي I think 20 دقيقة 10 دقائق حنرجع له بالتفصيل، ولما تتدربوا كيف تعملوا literature review. هي يعني quick tips. هلا حنفوت على التفاصيل
بالسكيلز يلي طبعا انت لما تيجي تعمل ريسيرش حيكون عده انواع وكل نوع له مهاره معينه بدك تساويها وبيحتاجها منك الدكتور غالبا اذا انت شغال مع دكتور بالبروجكت تبعه، فحنحكي عنه ان شاء الله بعد شوي. باقي لنا 7 دقائق بعدين اعتقد حنحتاج نسكر وبنفتح مره ثانيه على نفس اللينك بس اوكي ان شاء الله ما يسكر علينا ريكوردينج. تمام. هلا شغله كمان مهمه، هذا كورس رائع جدا حاب شاركه معكم، عنوانه Understanding Medical Research Your Facebook Friend is Wrong. هذا الدكتور يا جماعه اسمه اف باري ويلسون. طيب اذا بتروحوا هيك Understanding Medical Research Your Facebook Friend is Wrong، هذا الدكتور من جامعة ييل، أخصائي نيفرولوجي وإبيديميولوجي في آن واحد، عنده شانل جميلة جدا على على اليوتيوب اسمه I think Impact Factor، وعنده هذا كورس على كورسيرا. كورسيرا موقع للكورسات جدا حلو، وأنا هذا الكورس جربته وكتير حبيته واستفدت منه، بسيط وبعطيك كتير شغلات، أكيد أنا ما حقدر غطيها كلها هون ولكن جميل جدا وحيفيدكم. أنا بنصح الجميع بعد الورشة هي تروحوا لعنده وتستفيدوا منه. كورس اي ثينك يعني بيخلص خلال شهر زمان. بعلمكم كثير اشياء وهون يعني يو كان ريد مور اباوت ات. هذا كورس انا بنصح فيه للجميع وكمان شوفوا على اليوتيوب. الفكره يا جماعه انه ذير از نوت ا سينجل سورس، ما في مكان واحد لك روح شوفه حتتعلم كل شيء، لا. بدك يكون عندك دائما اطلاع من كل شخص يعني من كل بستان ورده عن جد. ومع الوقت حتلاقي عندك علم كثير. فهذا هو الدكتور اف باري ويلسون. كمان انا بنصح الجميع بالكورس تبعه. بس كانه هو اليوتيوب ساوي لي بلوك. على كل حال هلا نجي للتفاصيل بالسكيلز. اوكي هلا شو كمان في عندنا؟ هلا ريسيرش ستيبس. نبلش. لما انت تبلش ريسيرش كيف شو حتكون الخطوات اللي تتخذها لحتى تنشر ارتكل؟ طبعا حسب نوع الريسيرش صحيح، ولكن في شغلات مشتركه بيناتهم جميعا. نبلش من الشمال لتحت. الليترتشر ريفيو. الليترتشر ريفيو مثل ما قلت لكم لما انت تكتب ريسيرش او بدك تشارك بريسيرش ما حدا بيالف من الصفر. طيب العلم ما بينزل الوحي بحالتنا، بدك تاخذ من غيرك بعدين تبني عليه، فبدك تقرا ما الفه من سبقك في هذا المجال بعدين تضيف عليه. اوكي فتعوا هلا خلينا نشوف مثال حي من واحد من الريسيرشات. هذا عندي هذا المننجايتس اللي كنا شغالين عليه. بدنا نكتب مقالة، كيف بلشنا؟ أول شيء إجينا طلعنا من الإنترنت حوالي 20-30 مقالة عن التهاب السحايا في كل شيء، أسبابه، أعراضه، خطورته، نسبة الوفاة، علاجاته إلى آخره، وعلاقته مع المطاعيم، لأنه الالتهاب هذا من بكتيريا معينة، هل المطاعيم قللت منه ولا ما قللت؟ طبعاً هي قللت، يعني spoiler alert. المهم فحملنا كتير مقالات حوالي 30، ونحن كنا فريق من 6، 30 تقسيم 6 5، فكل واحد أخذ له حوالي 5 articles وقرأهم كاملين ولخصهم مشان نستعملهم بالورقة يلي نحن حنألفها. لأنه قبل ما نحكي عن التهاب السحايا في الملك في الأردن أو في الملك المؤسس بمستشفانا بدنا نعمل مقدمة، وهي المقدمة بدك تأخذها من غيرك مشان كمان تعرف كيف تعمل ريسيرش، مشان يكون عندك تصور للمسائل. فمثلا نجي للمقاله هي، نحن حملنا كثير بس انا هلا مشان اوصلكم الصوره، هي مقاله من 8 صفحات، شوفوا كيف يعني 8 صفحات ونسمه كثير. طبعا هي لما بدنا نجي نلخصها ونكتبها بالمقاله تبعنا ونكتب الشغلات المهمه منها ما راح نقعد نقراها كلها مره ثانيه. فانا مثلا كانت هي محطوطه المسؤوليه علي اني اقرا المقاله هي ولخصها، قراتها ولخصتها في صفحه واحده. اوكي فانا هاي العنوان، بعدين الانترودكشن، هاي المقاله انه الفيفر في الاطفال الرضع عاده بيكون شو من التهاب فيروسي مثلا، ولكن هن المعرضين للالتهابات اكثر من غيرهم مثلا لانه جهازهم المناعي ضعيف. بعدين بنحكي شو كان الاوبجكتيف اللي هو الهدف تبع الارتكل هاي مباشره. بنيجي لهون، كان هدف المقالة هي اللي هلأ فتحناها تبع 8 صفحات، كان هدفها نشوف علاقة النيوتروفيل كاونت والوايت بلد سيل كاونت، طيب، والسي ار بي علاقته في تشخيص الالتهابات البكتيرية الحادة سيريس بكتيريا إلنسز ومنها التهاب السحايا إلى آخره. وهكذا مثلا كانت المثل تبعهم كيف هن قاسوا الارتكل، شو الأعمار اللي غطتها. هذا شيء مهم، يعني أنت أحيانا بتقرأ مقالة بتحكي أنه الشغلة الفلانية علاج سليم، بس يا أخي هي المقالة
تشمل فقط عمر سنة فما تحت، يعني من الصفر إلى من الولادة إلى سنة واحدة. ما بصير تيجي تعممها على الأدلت واحد عمره 20 سنة. فهي الفكرة، لحتى تفهم الأرتيكل لازم تفهم على مين كانت الأرتيكل هي عم تنعمل، يعني what is the study population. هذا كله بيتلخص هون بالمثد وبالأوبجكتيفز. بعدين الريزلتس، شو الخلاصة السريعة اللي طلعتها الأرتيكل؟ لقينا أنه مثلا الميل تو فيميل ريشيو، نسبة الالتهابات في الذكور مقابل الإناث كانت أعلى، يعني في الذكور كانت أعلى الالتهابات 2.6 مقابل 1. الموست كومون كوز اوف سيريس بكتيريال انفكشن، يعني الموست كومون مثلا شو كان؟ التهاب البول، بعدين التهاب الرئتين وكذا وكذا. فهذا شوفوا كيف تلخيص صغير جدا. هي هي الليترتشر ريفيو، والكونكلوجن انه مثلا السي ار بي احسن من الوايت بلاد سيل كاونت والنيوتروفيل كاونت. فلما هلا نجي، طبعا انت حتقرا هذا كله حتساوي قبل، غالبا بيتساوى قبل ما تبلش اي شيء بالريسيرش، يعني بيكون من الصفر. الارتكل حتنشر بروبابلي بعد سنه او سنتين على الاقل، يعني سنه على الاقل. فبدك تيجي تقرا الارتكل مره ثانيه، اكيد لا، تضيع وقت، هذا اسمه. فبتجي لهون، او حتى المقدمه هي ممكن تكتبها قبل ما تكتب المقاله، بتلخص وبتكتب المقدمه تبعكم، بعدين مثلا بتجمعوا الداتا من المستشفى حسب، ولكن عاده هيك بتكون. فهي التلخيصات جدا جدا بتساعدكم. فالفكره انه نحن كنا كفريق، كل واحد من السته يجمعون، نحط ديدلاين انه والله يا جماعه باخر الاسبوع او بعد اسبوعين بده يكون كل حدا جاهز. وفعلا بما انه نحن كلياتنا شاطرين وبنثق ببعض، اكيد يعني كنا نأدي الشغله هي. اما لما يكون عندك تيم سيء حيتعبوك جدا جدا جدا، وما حتكون كمان تقدر تثق بتلخيصاتهم. فهي الفكره، يعني الثقه بين الطرفين جدا جدا مهم، او بين الفريق. اوكي يا جماعه، باقي دقيقه هلا حيسكر علينا اللينك، فبدنا نسكر ونكمل مره ثانيه هلا، نرجع لحتى نكمل باقي الخطوات ونشرح كل واحدة فيهم بالتفصيل. طيب يلا نسكر ونفتح مره ثانيه. طيب نرجع للموضوع. فكنا عم نحكي عن الليترتشر ريفيو. خلصتوا الليترتشر ريفيو، عاده بتكون ببدايه الريسيرش، خصوصا لو انت عم تبلش الريسيرش تبعك من الصفر. اكيد لما بدك تبلش من الصفر بدك تكون عامل الليترتشر ريفيو قبل هيك. بس فرضا بدك تفوت مع الدكتور محمد القضاء، ما بعرف يعني شو تخصصه بالضبط. نفترض مثلا هو الباثولوجي سب سبيشالتي بالمالجنانسيز. فإذا دكتور احمد القضاء بده يعمل ريسيرش، حاجته انه يقرا الليترتشر قبل هيك اقل بكثير. يعني هو اصلا مو محتاج يجي سبيسيفيكلي يقرا، لانه هو طول عمره عم يقرا عن هذا الموضوع. هذا يعني هي صنعته، شغلته. فهو حيكون دائما جاهز انه يعمل ريسيرش، ففي يبلش ريسيرش انت ما بيحب. ولكن انت كطالب اذا بدك تبلش من الصفر، قبل ما تجي يعني تخبص وتجمع داتا او هيك تضيع وقتك، لازم تكون قاري على الموضوع ودارسه منيح، بعدين تعمل عنده ريسيرش. لذلك على فكره الشغله كثير بتساعدك انه دائما تكون تقرا ريسيرش بغض النظر. يعني انت خلص كدكتور هلا ان شاء الله او كطالب طب، لازم تعود حالك كل اسبوع اقرا لك مقاله، على الاقل كل اسبوعين، بس كل اسبوع فعلا. ف مثلا طلعوا، انا هون عندي ملف اسمه ميراي نايومو. ميراي نايومو يعني future reads، المهم must reads. فهي مثلا عندي مقالات، مثلا خلينا نقول عن الابدومينال بين، الابندسايتس. انا كثير بحب الابندسايتس وقرات عنها كثير، ولسه في كثير articles. فدول كلهم articles خلاص انا I am interested in them، فانا دائما بقراهم على فضاوتي بالطوارئ وغيره او اثناء الدوام. فلما تيجي بكره بدك تعمل ريسيرش، حيكون عندك مخزون كبير من الريسيرش او من العلم يلي انت اوريدي عندك اياه. فهي شغلة مهمة، دائما عودوا حالكم اقرأوا articles وخلوه عندكم كمان. يعني لما تسوي highlight او يعني بعد ما تقرأ خليه عندك بفولدر، حطهم وصنفهم. فهدول future reads والold reads بملف تاني. يعني على كل حال نرجع، فهي بالنسبة للliterature review. هلا البرينستورمينج، بعد ما مثلا كلياتكم بدكم تعملوا دراسة عن التهاب السحايا، بعد ما كل واحد قرأ له 5 articles، بتجوا بتجتمعوا بآخر اسبوع اسبوعين، تقولوا والله اوكي عرفنا هلا كل شيء يعني عموما عن التهاب السحايا، خلينا نبلش. شو بدنا ندرس عنا بالمؤسس؟ بدنا ندرس مثلا اعراض التهاب السحايا ونسبه الوفيات. بدك تجيب السبيسيفيك بيربس تبع الاستدي تبعك. ما في شيء اسمه انا خلص بدي اجمع داتا على العميان وشوف شو بيطلع معي، لا. هيك كثير حتتعبوا وراح تضيع وقت، وكثير احيانا حتكون العواقب يعني مو كثير يعني حلوه. فبدك يكون فيري سبيسيفيك جول، وتكون عارفان الانفايرمنت تبعك. بحالتنا يعني جامعتنا ومستشفانا، بدك تكون عندك فكره انه هل الداتا هي اللي بدنا اياها. يعني مثلا بدنا الوفيات، هل تسجل الوفيات عندنا بالكمبيوتر؟ هل العلاج بالتفصيل مثلا بنعرف شو هو؟
هل الأعراض بالتفصيل بتتسجل بتاريخ المرض تبع المريض ولا أحيانا بيتغاضوا عن بعض الأعراض مثلا؟ فهي شغلات جدا مهمة. إذا أنت والله قررت تعمل ستدي وإجيت تجمع الداتا واكتشفت أنه بالأخير نص الداتا ناقصة، هون مشكلة كبيرة، فبدك يكون عندك خبرة. طبعا إذا أنت ما بتعرف هذا الشيء بالمستشفى، خصوصا إذا أنت طالب سنة رابعة، تيجي بتسأل اللي أكبر منك، بتسأل حدا من المقيمين، بتسأل الدكتور الأخصائي بدك تشتغل معه، أو بتستشير حدا بالمجال هذا، وهكذا بدك تشمشم من هون وهونيك لحتى تعرف تطلع على specific purpose تبع السري. كثير أحيان الدكاترة يعني الطلاب بيجوا عند الدكاترة، أنا كنت مرة قاعد عند واحد وإجا طالب قال له والله دكتور أنا عندي فكرة 1 2 3. الدكتور قال له والله أنا آسف ما بدي يعني أحبطك، ولكن الشيء اللي عم تقوله مو منطقي أو مو دوبل. ليش؟ لأنه مثلا أنت بدك funding وهي الفكرة ما راح تجيب funding، أو مثلا أنت بدك مثلا تجمع داتا عن الانسيدنس تبع مثلا الاي بي اس بالاطفال مثلا الانسيدنس، بس يا اخي نحن ما عندنا برايمري كير ولا ما عندنا الفاسيلتيز انه نقدر نحلل البوبيوليشن كلها. البوبيوليشن اللي بيجوا على مستشفى الملك المؤسس جروب جدا ضيقه من المرضى، يعني هكذا. فالاخصائي جدا جدا بيساعدك وبيكون عنده علم بالمجال هذا اللي انت ممكن ما يخطر ببالك. الاي ار بي ابروفال بعده، الاي ار بي ابروفال هي الانستتيوشنال ريفيو بورد اف نيدد. طيب هاي فكرتها باختصار شديد، وهي مشكلة من المشاكل يعني صراحة هي بتضايق شوي، انه لو انت بدك تعمل ريسيرش، هذا الريسيرش يشمل داتا اشخاص، يعني ناس ممكن تكون البرايفسي تبعهم ان افكت. طيب يعني البرايفسي تبعك تبعهم ممكن انت عم تجمع داتا عن المرضى المستشفى او عن طلاب وكذا، فهون انت بدك يكون عندك ethical clearance من الجامعة متجمع داتا، فهذا الشيء بدك تقدم عليه مسبقا قبل ما تنشر الريسيرش. والمفروض قبل ما تبلش اصلا بالريسيرش تكون مثلا انت والاخصائي تقول والله اوكي اتفقنا على فكره الريسيرش، تيجوا تكتبوا بروبوزل. بروبوزل هو مثل ما بعرف شو ترجمته بالعربي، يعني ورقه تقديم انه انا يا جماعه عندي 1 2 3 والموضوع هذا بدي ادرسه، تفضلوا تسمحوا لي ادرسه ولا ما ادرسه. وطبعا الموضوع هذا لحاله بياخذ خلينا نقول 2 3 حوالي 2 بلس ماينس لا بلس، فهذا لازم تطلعه كمان، وإلا طبعاً بصير يعني مشاكل كتير لقدام. فخلوا هذا الشيء ببالكم يعني وعرفوه منيح. فالبروبوزل هلأ يعني مشان نوضح الصورة، في منكم مو فهمان شو البروبوزل، بركي كان موجود هون بروبوزل. أنا كان هو البروبوزل على فكرة stuff to give others proposals، أيوة مننجاتس بالضبط، هذا المننجاتس بروبوزل اللي سوينا. ببساطة هو هيك في فورمات يعني للجامعة، هو بيتنزل كله على الكمبيوترات من عند الأخصائيين عندهم أكاونت. فنحن مو قلنا أنه أنتم رح تعملوا إن شاء الله شو بيسموه هاي الليترتشر ريفيو وتكتب مقدمة للأرتيكل. هاي المقدمة نفسها حقيقة فيك تستعملها كبروبوزل، هي ذاتها تكتب أبستراكت تلخيص لفكرتك العامة، بتكتب الجولز والأبجكتيفز تبعك، وبتجي هلا ريفيو اند اناليسيس اوف ريليتد ورك، يعني كل الارتكلز اللي منشوره سابقا بدك تجي تلخصها هون. فبتحكي والله مننجايتس از ان انفلاماتوري ديزيز انفولفز ذا ليبتومينينجيز اللي هي شو البيا ماتر والاراكنويد ماتر صح، والسي اس اف بلا بلا بلا، والاكزيستنج ليتريتشر حكى انه البريفالنس اند مانجمنت كذا كذا، يعني البكتيريا اللي بتسبب المرض هذا هي مثلا 1 2 3 وهيموفيلس وستريبتوكوكس نمونيا الى اخره. هاي هي هيك مقاله بتلخص فيها كل هذا الحكي، وبعدين بتقول طيب بعد ما خلصنا هلا المقدمه بنحكي شو الميثودولوجي، انا كيف بدي اعمل الاستدي تبعي، شو ناوي يعني شو بدي اخذ الاذن من الجامعه تاذن لي. بنحكي والله انه انا حاعمل ريتروسبكتيف ستدي، طبعا المفروض بتعرفوا هي الانواع حنحكي عنها على السريع، انه انا بدي انظر في الماضي، هي معناها ريتروسبكتيف، بدي انظر في التاريخ الماضي للمستشفى على المرضى الفلانيين اللي اجوا على المؤسس خلال العشر سنين الماضيه وبلا بلا بلا، وانا بتوقع انه انا مثلا اعرف الاسباب واعرف الكذا، وحيكون البوبوليشن تبعي اللي بدي ادرسها من عمر السنه الى مثلا 60 الى اخره. هاي هي الفكره من البروبوزل. ف طبعا مثل ما قلت لكم انا ما بغطي كل شيء هون بالوركشوب هاي، ولكن هاي الشغلات ان شاء الله كلكم تتعلموها لما تمشوا بالموضوع، ولكن نعطيكم اوتلاين معين يعني للعموم مشان ما تكونوا ملخبطين. اوكي عملنا ريتريتشر ريفيو، عرفنا كيف العلم هذا يعني مشي من قبل وشو الريسيرش الموجود سابقا ولخصناه، وقدمنا الاي ار بي بروبوزل. بعد ما طلع الاذن من الباب العالي من الاي ار بي بالجامعه
هلا بدك تبلش الداتا كولكشن والاناليسس. يلي بيصير هلا انه انت لما حكيت انه انا والله بدي ادرس المننجايتس، شو بيصير بعد ما يطلع لك الاذن؟ بيجي شيء بسموه من التك سبورت. المستشفى عندنا بالطابق الاول في عندكم يعني منكم يلي بيروح المستشفى شايفين هدول التو سوبر ماركتس الصغار تبع الشاي والكذا، وفي درجين تطلع فوق في عندك الموارد البشريه وفي عندك شو اسمه التك سبورت والشغلات الحاسوب المعلومات الحاسوبيه تبع الكمبيوتر والشغلات هاي. فانت لما تروح عنده فيه من خلال كيوردز معينه يكتب المرض هذا يطلع له السجل الكامل، لانه كل شيء انا على الكمبيوتر بيطلع السجل السابق كلياته شو اسمه للمرضى يلي مرضوا بالمرض هذا. فبيكتب مثلا مننجايتس بيطلع له كل الامراض كل الناس من السنه هي الى بدايه المستشفى، فانت بتحدد التاريخ اللي بدك اياه. فورجيكم مثل هي الاكسل شيت، فهذا اللي بيعطوك اياه بيعطوك هيك مثلا. طبعا انا هي يعني اكسل شيت حقيقي بس انا حذفت منه طبعا مشان البرايفسي تبع البيشنتس، بس هي كانت طويله جدا يعني بالمئات. فبالاخير مثلا انا سميتهم بلال سمير احمد، وبيعطيك اعمارهم والجندر والديت. طبعا انا غيرت الديت كمان مشان البرايفسي. فبيعطوك هيك اكسل شيت طويله انه كل هدول الناس مرضوا بالمننجايتس خلال السنوات هاي، وبيكون الاي دي كمان موجود، يعني بيكون الاي دي هون الارقام رقم المستشفى. فانت هلا بصير تقدر تروح تجمع داتا من المستشفى من الحاسوب وتفتح وتجمع الداتا يلي بتحبها. فهذا مثل مفتاح المرضى تبع المرض هذا. هاي هي الفكره العامه للداتا كولكشن. صراحه انا خايف والله انه ما نلحق اليوم نشرح كل شيء. طيب الرايتنج اند ريفيجن هي يعني ستريت فورورد نوعا ما، بس كمان كله بياخذ وقت. والسبمشن ريجكشن اند اكسبتنس عموما يا جماعه حتى يعني الرايتنج بروسيس يعني حسب طبعا مثل ما حكيت التيم تبعكم والاخصائي اللي شغالين معه والسرعه، ولكن يعني ما تتوقعوا ان تقل يعني مده الكتابه والمراجعه عن ثلاثه اشهر شهرين، يعني هي اقل شيء عموما، الا لو عندكم ناس كثير كثير سريعين وانتم محظوظين. والسبمشن والريجكشن والاكسبتنس تاخذ لها يعني ما لا يقل عن حسب الجورنال ولكن شهرين ثلاثه. انا الارتكل اللي نشرته تبع السايكولوجي هذيك اخذت مني فوق 6 اشهر يمكن او 7، لانه غالبا يا جماعه هي شغله مهمه تعرفوها، اغلب الريسيرش بينرفض اول مره، فشيء طبيعي حتقدم لبين ما يرد لك الجورنال سواء بالقبول او بالرفض بده شهرين زمان على الاقل، وهكذا احيانا بيرد عليك بيقول لك عدل لنا اياها. انا كحما بدنا نحكي بالتفاصيل اكثر من هيك عشان ما تملوا، فعلا ما في داعي، ولكن هي الفكره العامه. يعني حتى لو خلصت الريسيرش بسرعه الشغلات الاداريه بتاخذ كثير وقت وبتضيع وقت. يعني انا ممكن اعمل ريسيرش خلال 6 اشهر اكون مخلصه او اقل حتى، بس المستشفى بدها الاي ار بي بدها شهرين ثلاثه، وليرد عليك فلان وفلان وعلان والاخصائي وبينشغل عنك وانت بتنشغل عنه، بصير في كثير ديليز. يعني ما حتشتغل طول الوقت طول السنه اكيد لا، خلال السنه انت ممكن تشتغل 4 شهور والباقي كله انتظار. ونفس الشيء بعد ما تكتبها بدك تستنى لتنشر كمان 6 اشهر وهكذا. هلا الريسيرش تايبس هي غلط، هي ليس ستيبس، تايبس ريسيرش تايبس بالضبط. الريسيرش تايبس طبعا في كثير، ولكن يلي هنا ريليفنت لنا كطلاب، طبعا كثير طلاب بيقولوا انا بدي اعمل ريسيرش ما بعرف. هي الانواع الافيلبل لنا. طبعا انتم بتعرفوا انه في عندكم راندومايز كنترول ترايلز وبروسبكتيف ستديز وشغلات يعني توين ستديز وشغلات كثير طويله عريضه، ولكن هذا كلياته نحن ما بنساوي او يعني نوت ريدلي افيلبل تو اس، نادر انه يتساوى اذا ما كان مستحيل. ولكن الشغلات يلي دائما نحن نسويها كطلاب وموفره لنا نوعا ما حقول بسهوله ولكن يعني اسهل من الباقي، هي الكويشنير بيست. كثير منكم دائما بتشوفوه على الانترنت، جلطونا على الفيسبوك وهنا بينزلوا يعطيكم العافيه انا كذا كذا طالب هيك عبولي لو سمحتوا. طبعا يعني الشغله المهمه انه يكون عندك اسلوب كمان كيف تسوق للكويشنير تبعك. بس هذا الكويشنير انك تنزل كويشنير معين تجمع منه داتا اوكي، وانا عندي واحد هيك ريسيرش نشر، بس هو ما كان يعني كويستشنير، هو كان امتحان كان تيست وفيه علامات. المهم وفي عندك الكيس ريبورتس انه مثلا اجى على المستشفى حاله مرضيه انترستنج نادره نوعا ما او غريبه. يعني مثلا اجانا واحد مثلا عنده زايده والتستيكولر تورشن التواء خصيه في نفس الوقت، مرضين في ان واحد والمرضين جراحيين، صدفه عجيبه غريبه. فهي كيس ريبورت كثير انترستنج حلو.
فبتجي بتعمل عنا ريبورت، بتقرر فيها تقرير تكتب فيها انه والله صار عنا هيك 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 مع المريض واحد. فانت ما بتعمل استدي على بوبيوليشن كبيرة، على شخص واحد وانت عم تذكرها ذكر. والريتروسبكتيف ستدي، الريتروسبكتيف انك مثل ما شرحنا عن تجميع الداتا من المستشفى، بتروح بتجمع خلال مثلا السنة الفلانية الماضية او السنوات الماضية عن المرض هذا، وبتقارن او بتشوف تدرس البوبيوليشن هاي، المرضى هذول شو كان عندهم او شو صار معهم او تحسنوا ما تحسنوا الى اخره، مين الاكثر انسان مثلا كان يتحسن. يعني مثلا في عندنا 1000 بني ادم اجا زايده على المستشفى المؤسس خلال السنوات الماضيه، 1000 بني ادم ابندسايتس مثلا. بدنا نقارن بين مثلا الناس اللي عملوا لاباروسكوبي اللي هي المنظار، عمليه المنظار، وناس عملوا الاوبن ابندكتومي العمليه المفتوحه اللي هي القديمه. بدنا نقارن بيناتهم، مين مثلا كان يتعالج اسرع، مين تحسنت اعراضه، مين كان عنده الم اقل، التهابات اقل، وهكذا. فمثلا هي ريتروسبكتيف الى اخره. بروسبكتيف بالعكس، البروسبكتيف هي من الان الى المستقبل، ريتروسبكتيف من الان الى الماضي. فنحن بنبلش من نقطه، اذا كملنا لقدام بنسميها بروسبكتيف، اذا رجعنا للماضي وهو غالبا او اذا لم يكن دائما تقريبا اللي بيصير عندنا بالمستشفى، فبنسميها ريترو باكورد، يعني ريتروسبكتيف. ما في داعي اشرح لكم اكثر من هيك، اكيد مر عليكم هذا الموضوع كثير وبتعرفوا. جدا مهم تعرفوا كمان انه اكيد ما في داعي نوضح، بس حنوضح لانه في داعي انه البروسبكتيف احسن من الريتروسبكتيف ستدي، لانه لما تجمع داتا في الماضي بتصير عندك كثير مشاكل، راح تصيروا تعرفوها ان شاء الله لما تجمعوا داتا، بس حتلاقوا كثير داتا ميسنج، داتا مو واضحه، تقريرات طبيه مو واضحه او ناقصه، او مو مذكور شغله معينه انت عم تدور عليها، فهذا كله بينقص من الكواليتي تبع الريسيرش تبعك. لذلك في شيء بيسموه الايفيدنس بيراميد. الايفيدنس بيراميد على السريع هذا هو، لانه الارتكلز ليست كلها سواء، يعني واحد ناشر ريتروسبكتيف ستدي او بروسبكتيف ستدي ليست مثل كيس ريبورت. فشايفين شلون الاكسبرت اوبينيون، يعني لو اخصائي عندنا مين ما كان عنده راي معين، الراي هذا لا يعلو عن ان يكون الرتبه الادنى من الدليل العلمي. لما احكي شو، لما احكي راي مو مبني على دراسات، يعني هو عنده مجرد فكره او نظريه هو متوقع انه تكون صح، ليست مبنية على دليل مباشر سابق، وإنما استنباط من استنباطاته من حيث الخبرة. هذا ما نسميه الإكسبرت أوبينيون. بعدين عندك الكيس ستاديز والريبورتس، كمان هي رتبة أدنى، لأنه مريض واحد شو بده يفيدنا بالدليل العلمي، دليل جدا ضعيف. أوبزرفيشنال ستاديز يلي هي شو، عندك شغلات الريتروسبكتيف والهيك. أوبزرفيشنال يعني أنت فقط عم تتطلع، ما عم تغير شيء، عم فقط تصف اللي صار. فالريتروسبكتيف والبروسبكتيف نحن ما بنعطي المرضى علاجات وبنقرر مين تحسن وما تحسن. انا الدكتور اوريدي، يعني مثلا مثل ما حكينا مثال الابندسايتس، المريض هذا اجى من 10 سنين وتعالج وتحسن وطلع من المستشفى وكمل حياته، انا ما اثرت عليه شيء، انا مجرد اني افتح الملفات وشوف شو صار معه. هذا بيسموه الاوبزرفيشنال ستدي، انت يو جاست اوبزرف، يو دونت انترفين، انت ما بتساوي له شيء. اما عندك الكنترول ترايلز، يعني هي ايفيدنس اعلى، قليل انه يتساوى عنا، ما في داعي احكي عنه، بكفي هيك. نرجع لموضوعنا، هاي انواع الريسيرش. الكيس ريبورت صراحه قيمتها قليله عموما، خصوصا يعني اللي بده يطلع برا وهيك، يعني ما كتير لها قوه. ف يعني اكثر شيء هو ممكن ينفعكم هو الريتروسبكتيف والكويشنير بيست، وهذا يعني غالبا اللي بينشر عنا يعني طلاب الطب لما ينشروا بيكونوا شغله من هدول. راح اوقف هون لبضعه ثواني او دقائق ما بعرف، مين منكم بيحب يسال اي شيء يبعث على الشات، ان شاء الله ما نطول، يعني انا قلت ساعه واحده ولكن بتوقع هيك راح ناخذ حوالي يمكن ثلث ساعه كمان زياده، اتوقع ان شاء الله ما ناخذ اكثر من هيك. في حدا عنده شيء، اسئله الى الان مو واضحه حاب يتاكد منها يسال على الشات؟ اوكي شكله ما في. شو رايي بموقع PubMed؟ اسألوا PubMed عني ولا تسألوا بلال عن PubMed. هي مو هيك، هي هلا على فكره حنحكي عنه، انت سبحان الله سبقت الاحداث احمد، احمد سبقت الاحداث، بس جايين كذا نحكي عنه. ديفينتلي هذا موقع جدا جدا مهم، وهلا يلا معناته نخش في الموضوع بما انه هذا السؤال الوحيد. PubMed احسن، يعني سبحان هلا كنا فايتين عليها، شايف شلون يا احمد خلدون؟ طيب
فهلا كنا عم نحكي قبل كم ساعة نص ساعة عن الليترتشر ريفيو، انه والله بدك تقرا الليترتشر، وشرحت لكم او جبت لكم موقع ساينس ديلي، حلو، ساينس ديلي وساي بلوج وكثير منتديات طبية وعلمية، منتديات ليست يعني منتديات أكاديمية. هيك على السريع، هي بس هيك مشان يعني تتحمسوا، بس حقيقة لما بدك تدور على ارتكل لا بدك تستعمل مواقع البروفيشنال اللي هي مثل بوب ميد وجوجل سكولر، وهلا حنحكي عنهم. نشوف هدول شو بعتوا. لو صير تشرح عن الميتا اناليسس، خصوصا انه ما بيحتاج اجراءات اداريه كثير. الميتا اناليسس، شوف الميتا اناليسس شغله ادفانس كثير، يعني هي ات از ذا هايست ليفل اوف ايفيدنس. تصور يعني نحن مو قلنا كيس اكسبرت اوبينيون، كيس ريبورت، ريتروسبكتيف، بروسبكتيف، بعدين عندك راندومايز كنترول ترايلز، بعدين عندك سيستميك ريفيوز، والميتا اناليسس انت وصلت على قمه الهرم. فصراحه واحد يبلش ميتا اناليسس صعبه شوي، صح ولا لا؟ خصوصا لحاله. وهي يعني بدها اكسبرت يعني بالستاتستكس، وحتى انا جد ما عندي خبره فيها. طيب بعترف يعني ما حلفلف على الموضوع فعلا كثير ادفانسد، ف اي دونت ثينك يعني ذس از ذا بيست بليس تو ستارت، وحتى انا ما عندي خبره كثير بالموضوع. طيب كبداية ليش ما نبلش كورس understanding medical research؟ كذا نبلش من كورس؟ طبعا بلش من وين ما بتحب. انا بنصح definitely understanding medical research، حلو كتير، وحقيقة يعني مثل ما قلت هي workshop سريعة، حتعطي من كل بستان وردة، بس ان شاء الله ورود يعني كافية لانك تبلش لحالك. ان شاء الله اعتقد انا شرحت الى الان شغلات منيحة، بس definitely بالاخير هي الشغل. اشوف انا ليش عامل الworkshop هي يا جماعة، ما في فائدة على فكرة إني أعمل ووركشوب عيد فيه اللي نحكى من قبل. أنا ليش ضيع وقتي ووقتكم؟ بدل ما تشوفوني روحوا شوفوا أف باري ويلسون، من وين أنا تعلمت؟ تعلموا من محل ما أنا تعلمت، ما حدا أحسن من حدا، صح ولا لا؟ فما في داعي تأخذوني أنا واسطة إلى أف باري ويلسون، تعلموا منه مباشرة أو غيره أو من الكتب اللي أنا قرأتها. بس الفكرة أنه أنا حاب أعطيكم الأدفايس سبيسيفيك لجامعتنا، عرفتوا؟ هذا اللي إن شاء الله حينحكى بالووركشوب هاي، الشغلات المباشرة اللي بتقدر تساعدك أنت كطالب جامعة بالتكنو. طيب فديفينتلي اول ادفايس انه استعمل يس، لذلك انا اصلا جبت هذا الكورس وحكيت لكم عنه. يو ادفايس وي دو انذر ريسيرش وير ويتنج فور ذا ابروفال، يس ديفينتلي، اذا اف يو هاف ذا تايم جو فور ات، لانه ان شاء الله يعني هيك يعني انت يا دوب يعني مثل ما قلنا الريسيرش عموما بده سنتين بلس ماينس يعني من سنه الى ثلاث سنين او حتى اربعه. بس لا انا حظي صراحه كان يعني عثر صراحة بالقضية يعني من انجايتس، هذا البحث اللي تأخر، بس عموما بده سنتين الريسيرش. إذا بدك تستنى سنتين تخلص بعدين تبلش سنتين، صاروا أربع سنين. إذا أنت هلا أصلا طالب سنة رابعة ما حتلحق تنشر بحثين، فأكيد حاول تبلش شغلتين مع بعض إذا بتلحق ديفنتلي، وإذا ما بتلحق حاول بركي تضغط حالك مشان تلحق. الجوجل أبحاث اللي نجمعها داتا من الـ IRB، من الجوجل فورمز، يس الجوجل فورمز لما تجمع بدك IRB، وحنحكي ليش. هو من ناحيه ethical yes، ومن ناحيه كمان money wise، لانه البحث بده مصاري لينشر، ومشان الجامعه شوفوا بعد ما انت تنشر الارتكل، هي شغله مهمه تعرفوها يا جماعه. طبعا للاسف نحن ما كنا، حتى انا ما كنت بعرف هذا الشيء لحتى فتت بالريسيرش. كنت افكر لما انت تنشر ريسيرش انت بتصير غني، بيندفع لك مصاري، بس الواقع لا، انت لما تنشر ريسيرش انت بدك تدفع مصاري. اوكي طبعا في تفصيل بالموضوع، ما راح اخذ اكثر من هيك، في تفصيل اكثر، بس فلحتى الجامعه تعوضك على المصاري اللي دفعتها لحتى نشرت الارتكل، لازم يكون معك اي ار بي احسن لك، والا بتروح عليك. كان سمون دو ميديكال ريسيرش باي همسلف، شو قصدك باي همسلف لحالك؟ اذا انت دكتور يعني بالاخير شوف، يو هاف تو هاف ا سبورتنج بودي، انت واخصائي عادي، بس انه قصدك من دون تيم يعني كبير عادي، يس مو شرط يكون 10 ولا 5 عادي، ممكن يعني انا اشتغلت ريسيرش مع دكتور من الدكاتره، ما بعرف يمكن ما بحب يتذكر اسمه فما بذكر، عشان ما يصير عنده زحمه كثير و 600 طالب بيصير يروح عنده بكره يقول لي يا بلال شو اسمه فسدت علي، بس كنت اروح ما في، انا وياه اشتغلنا ريسيرش، وانا وياه ان شاء الله حنكون اوثرز باذن الله. فبصير يعطيك إذا ما بقدر أحصل الداتا إلا إذا كان المستشفى سيرتن جين بدي أدرس تأثيره على البيهيفير، وأنا بدرس بوبيليشن يعني بحتاج من الصفر، فكيف بالضبط؟ هي الشغلات يعني واحد هيكون إن شاء الله هذا آخر سؤال، بس لما أنت مثلا هي الفكرة اللي بدك تدرسها يا أب درسية يا لين،
انا اعتقد الفكره هيك، انا يعني بدك تشوف في علاقه جين ببيهافير معين. طب انت بدك تساوي ستدي مثل هيك وتثبتي علاقه بين الجين والبيهافير، بدك سامبل محترم صح ولا لا؟ ما بصير تجيبي اثنين عندهم الجين هاي وتقولي اه والله الناس اللي عندهم الجين هاي مثلا بيحكوا راسهم كثير مثلا. طب يا اخي هذول اثنين يعني شو هالصدفه عادي. فبدك بوبيليشن كبيره، كيف بدك تجمعي؟ بدك مصاري، بدك فاندنج، بدك سيستمك يعني ميثود لحتى تجمعي سامبل منيح لحتى تقدري تحكي هيك. وهذا الشيء صعب يتساوى غالبا. يعني نبلش من البيسك طبعا. يس انا بنصح الجميع يبلش من البيسك، يعني طالب طب سنه ثانيه it is enough to start يعني thinking about research. لانه مثل ما قلت لكم اصلا الفرص قليله، فاحيانا ممكن الريسيرش يتاخر، بدال انت متوقع ياخذ سنتين ياخذ 3 سنين، فيمكن ما تلحق. فديفينتلي ذا ايرليير ذا بيتر. اوكي طبعا بصير تعتمد، اه هذا كرم بيسال، ما بصير اعتمد على دراسات غيري بموضوع معين. طبعا ما هو لازم، مو ما بصير، لازم اصلا تعتمد على دراسات غيرك، ولكن انت ما حتسرق ريسيرش غيرك. ما بصير تجيب كلام حدا تاني تسوي له كوبي بيست تلحجه بالارتكل تبعك تقول كذا 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 وتحكيه على لسانك كانه انت القائل، ولكن انت عم تسرقه من شخص تاني. هذا نفس الشيء بالشعر، يعني كانوا بينفضح بيقولوا لا انت سرقت البيت هذا من فلان وفلان، نفس الشيء. بس انت بتاخذ هذا الكلام يو بارافريز تستنتج منه وبتضيف كلامك الجديد، بس بكفي هيك. يعني ان شاء الله نكون غطينا عدد منيح من الاسئله مشان نكمل، لانه جد الوقت ضاق وما توقعنا هيك نطول، بس يعني ان شاء الله نخلص، ما حناخذ حوالي بتوقع ربع ساعه كمان. فهلا الليترتشر ريفيو، جوجل سكولر وببمد. انا صراحه ماي فيفرت از جوجل سكولر، بس ببمد كمان قوي جدا وله دور. مين اللي سال عن ببمد؟ كان اسمه خلدون، شغله خلدون مو هيك؟ احمد خلدون، احمد خلدون، احمد خلدون. طب بالله احمد خلدون كيف بدي اروح عليك ولا سلكت ولا بس بدي، لانه بدي اياك، بدي اياك خصوصي. احمد خلدون كيف بدي اياك تساوي لحالك انميوت مشان نحكي معك؟ انت على الكمبيوتر؟ اهلا دكتور. اهلا فيك. انت على الكمبيوتر ولا عم تشوفنا من التليفون؟ لا من التليفون. يا لا حول ولا قوه الا بالله. التابلت بس هي جنب التابلت. لا انا بدي، طيب مو مشكله، بس فيك تساوي هلا شير سكرين؟ بدنا اياك هلا مشان نتعلم شلون نستعمل هلا السيرش انجنز هذول. اوكي نعطي مثال حي. اوكي بس ادخل من ال سوي شير سكرين. ايوه وافتح شو بيسموه هذا، افتح البراوزر. طيب شير سكرين. انا بدي يمكن من عندي لا فرصة تشير سكرين. هذا المفروض يكون عندك الرخصة. طيب لبين ما يفتح احمد بدنا نشرح على السريع الفكرة. هلا طبعا من زمان كان في لما بدك تساوي بحث بدك تروح تقرا بالمكتبه. الحمد لله راحت هاي الايام. هلا كل شيء موجود على الانترنت. اوكي والمجلات كلها يعني غالبا موجوده ديجيتال. طيب الفكره عليك انك بس انت بتدور عليها. طبعا شيء عجيب انه كل شيء موجود بالمجان، يعني مو كل، ولكن سهل جدا توصل له. فلحتى توصل للارتكلز هذول عندك مثل جوجل، انت لو بدك تدور على اي موقع عندك جوجل صح، تكتب whatever فيسبوك ولا تكتب جوردن يونيفرسيتي بتلاقيها. للشغلات الاكاديميه الطبيه في سيرش انجنز خصوصيين للشغله هي. جوجل نفسه الشركه هي مساوين جوجل سكولر، سكولر يعني عالم بالانجليزي، وببمد. هدول برامج بتدور لك على ارتكلز البروفيشنال الاكاديميك. ماشي هي هي الفكره. احمد جاهز؟ دكتور. طيب ليش مو مساوي لنا شير ولا انا سوي لنا شير سكرين مشان هلا بدنا نضرب مثال حي خليك تدور عندك على شغله معينه، بس مو مبين عندك الشاشه لسه. عندنا مساوي شير سكرين انت؟ الو ساوي ميوت مره ثانيه. انت اوريدي عامل شير سكرين دكتور، فما بقدر اعمل شير سكرين. شو كمان نعمل؟ اه والامد انتمل. لا ان شاء الله بنلحق. طيب بوز شير، لا مو هيك، ستوب شير.
طيب يلا سوي لنا شير سكرين لشاشتك. اوكي افتح لنا البراوزر واكتب على خلينا نبلش بجوجل سكولر ولا خلينا نبلش ببوب ميد. روح على انت اللي سالت بوب ميد انت بتحبه اكتب على جوجل بوب ميد بس بي يو بي ميد بس لاقيه وضغط اول لينك. هلا شوفوا يا جماعه هذا اللي حنتعلمه هو كيف انك تلاقي الريسيرش ارتكلز. حلو تتعلم كيف تلاقي وكيف تقرا على السريع. مثل ما قلت الموضوع على فكره جدا مهم له علاقه يعني بالتمرس. ما في حدا بيعلمك كيف تسبح انت بدك تنط بالمسبح وتتعلم. ف اوكي روح اضغط ادفانسد. طبعا يعني مو شرط تضغط ادفانسد ولكن لانه بدنا نستعرض شغله مهمه او اوكي ادفانسد. خلينا نفترض بدك نعطيك هايبوثيسس سريع هيك من عندي بدنا نشوف علاقه الدبريشن بالميديكال ستودنتس بما انه الميديكال ستودنتس كثير عندهم ديبريشن للاسف الدشيش وللاسف الشديد. اكتب الكي ووردز اللي بيخطروا ببالك. شو بيخطروا ببالك لما بدك تعمل ريسيرش عن الموضوع؟ سهله جدا ايوه حاول تستعجل شوي. وشو كمان ديبريشن بس؟ ايه ميديكال ستودنتس كانه في لاج اعتقد بالحكي. اوكي طيب هلا سكر الكيبورد وساوي سيرش على اليمين. ايوه فهي البوب ميد يا جماعه هي لارج سيرش انجن بيكونوا اي جورنال. هلا شوفوا في مثلا عندك وات ايفر جورنال اللانست وجورنال كذا والبايوكيمستري وجورنال البريماتشور فرونتيرز كلها مجلات ناشرين. هذول هذا هو الناشر. الناشر هذا بده يكون اذا هو اكاديمي ومحترم المفروض يكون مسجل مع الجمع مثل الجمعيه هي او السيرش انجن هذا معترف فيه من السيرش انجن. لو طبعا هذا ان شاء الله حنجي له بس بالحلقه الرابعه من لقاءاتنا هي. ممكن انا هلا انا بلال الدروبي ممكن قرر افتح مجله سميها مجله بلال الدروبي ميديكال جورنال واقول لكم يا جماعه يلي بده ينشر يدفع لي 100 دينار وينشر الارتكل. طب يا اخي بركي انا بضحك عليكم بركي انا عم بنصب عليكم بركي هذا الجورنال اصلا كلام فاضي وليس معترف فيه علميا فلازم يكون مسجل بهيك اماكن. حنحكي عنه ان شاء الله هذا الموضوع بالتفصيل كيف تقدر تميز الريسيرش الحقيقي من الريسيرش الفاسد. طيب فشوفوا هلا شلون لقيتوا 3700 ريزلتس تقريبا prevalence of depression and symptoms in amongst medical students. هي systemic review and meta analysis للي سأل على meta analysis وهكذا. هلا شوف على الشمال فيك you can make it more specific. لو بتنزل فيك تحدد التاريخ كمان. طيب publication date انزل تحت شوف شلون. هلا هذول طلعوا هلا على الارتكلز يعني ما في داعي أشر أعتقد عندي ولكن لا ثبت يا أحمد خليك هيك. هلا مثلا شوفوا بس عندك بالضبط وقف هون. هلا مثلا هاي الارتكل اللي هي فوق stress and anxiety and depression amongst كذا and their socio-economic correlates. شايف شلون بيعطوك أسماء المؤلفين والجورنال Indian Journal of Medical Research هي اختصار Indian J Med RS RES 2015 و 3 PMC article. هي يعني فيك توصل الى الارتكل كاملة. احيانا الارتكل بيكون فقط بيعطيك المقدمة او الابستراكت القصيرة تبع التلخيص والباقي بيكون بدك تدفع مصاري لتوصل له او بيكون عندك تسجيل من الجامعة او هيك. فيعني اما لما يقول لك هيك كلها تفري معناته امورك تمام. فان شاء الله ما يسكر علينا هلا. اذا سكر يا جماعة بنرجع على نفس اللينك. اضغط على البابليكيشن ديت within one year. شوف على الشمال في عندك هي الخانه بتساوي فلتر. فهلا بيطلع لك بس الشغلات اللي نزلوا خلال السنه الماضيه وهكذا. فانت احيانا بدك most recent research. ما بدي والله انا اجي اعمل ريسيرش اقرا ريسيرش من 1900 وعظمه صح ولا لا. بدك الموست كاتنج ايدج خصوصا مثلا لو عم نحكي عن الكوفيد. ما بدي اقرا ريسيرش طلع بال 2020 بدي ريسيرش هلا خلال الثلاث اشهر اللي سبقوا مثلا. فبتروح بتحدد هذا الكلام بالسيرش انجن. فهون بتلاقي شوف شلون كل الارتكلز هلا اللي طلعت لنا من 2021 2020 ما صار لنا سنه تمام.
فهي شو بيسموها هاي PubMed. هلأ بدنا إياك أو لا خليني هلأ أساوي هذا الحكي من شاشتي لأنه في خطوة زيادة ما حتقدر تساويها من عندك. طيب شكرا يا أحمد. واضح الأمور؟ مفروض تمام. طيب أعتقد الشاشة عندي شغالة صح؟ هي الشاشة سكرين شيرينج تمام. هلأ خلينا ننزل هاي. هلأ شرحنا لكم كيف بيشتغل PubMed، ولكن في شغلة صغيرة كمان بدنا نضيفها. PubMed Research وهو الconditions. الconditions لحتى تكون عندك لسه دقة أكثر بالبحث، لو بدك تعمل very good literature review أحياناً بيكون المرض له اسمين أو العرض هذا له اسمين أو أنت في فكرتين خاطرين ببالك بدك واحدة منهم. حلو؟ يعني مثلاً ممكن depression، بس ممكن طبعاً هذا حتكون الكلمة بالعنوان، بس يا أخي بركي المؤلف كاتب مثلاً اختصار يلي هو شو اختصار depression العلمي MDD يلي هو major depressive disorder. حلو؟ طب أنا إذا كتبت depression وما كانت كلمة depression موجودة بعنوان الارتيكل لأنه المؤلف استعمل MDD حتروح علي ما حقدر لاقيها، فشو بدي أعمل؟ بدي أستعمل and or statement، يعني إما أو، هاي أو هاي لحتى يختار لي إياهم. فمثلا نكتب MDD نساوي له add هاي بالadvanced search، بعدين شو عندك بتكتب depression، أنا بدي إما هاي الكلمة أو الثانية. حلو؟ وبنكتب or، شوف شلون، يعني بدي كلمة MDD أو depression، بعدين بنقول medical student. اوكي وبنضيف اند وذ اند اد وذ اند. فهلا حيعطيني اما ام دي دي مع ميديكال ستودنتس او ديبرشن مع ميديكال ستودنتس. فهي الكونديشنز حلو كثير تتعلموا كيف تلعبوا فيها وبتساعدكم انكم تلاقوا كل الافكار يلي ممكن او كل الارتكلز يلي ممكن تكون مغطايه في هذا المجال. نضرب مثال سريع لانه كثير ناس بتخطر ببالهم هيك شغلات. مثلا بده يدرس علاقه الديبرشن، باقي لنا دقيقتين، بيدرس علاقة الدبريشن بالميديكال ستودنتس وبده يطلع طريقة يقيس فيها الدبريشن. هذا شغلة على فكرة هلأ حنجي لها بعد شوي خلال ثواني. كيف تعمل كويستشنيرز؟ يعني ما بصير يا جماعة أنا أعمل دراسة على الدبريشن وإجي اسأل أسئلة عامة، يعني اسأله Are you depressed؟ هو يحكي yes or no. يعني مو كتير، يعني هو أي حدا ممكن يحكي I am يعني أنا مكتئب اليوم. هذا بدنا نسأل أسئلة دقيقة. ففي questionnaires أو validated يعني methods of measurement. نكتب مثلا depression and يعني فيك تضيفها هيك كمان score. حلو؟ فبيطلع لك معيار قياس حقيقي فيك أنت تستعمله، يعني فيك بيكون غيرك already مساوي هذا questionnaire ومجهزه وأثبت أنه هو يعني دقيق علميا لتشخيص depression مثلا. تروح انت بتاخده بتكون اسئله جاهزه بس انت بتسوي لها كوبي ويعني بتستعملها. يعني فهذا كله فيكم تلعبوا فيه كثير يعني وتتعلموا مع الوقت كيف تستعملوا. هلا في شغله كثير مهمه، خلينا نضرب مثال اخير ولكن بدي احمد مره ثانيه، لا خلينا نسكر. اوكي نسكر ونفتح مره ثانيه وبدي احمد مشان يساعدني كمان بشغله مره ثانيه. ماشي يلا حنرجع لللينك هذا مباشره بعد الفاصل. بس فعلا هي الشغلات اللي بدنا نحكيها بالاخير جدا جدا مهمه راح نحكي هلا. طبعا بس نستنى شوي يزيد العدد ثواني. كيف نجمع داتا وكيف شو كمان في كيف نعمل كويستشنير للي بده يعمل كويستشنير. هذول الشغلتين اللي هن يعني لما تعمل ريسيرش اكيد بالمستشفى تبعنا او بالجامعه تبعنا حتكون واحده من الشغلتين، اما تجميع داتا او كويستشنير، وبالحالتين لازم تكون عندك الخبره والمهاره انك تعمل هدول الشغلتين صح، والا الريسيرش تبعك حيكون خربان. يعني وحيضيع تعبك على الفاضي. ف اوكي كم صار عندنا؟ اوكي. فنحن هلا حكينا على الليترتشر ريفيو، بدي احمد نكمل معه اخر براكتس للليترتشر ريفيو لانه هذا حيكون
في مثل خلينا نقول هدية صغيرة لكم، لأنه أعتقد إن شاء الله الميتينج تبعنا الجاية يوم الاثنين، ولكن خلال البضعة أيام هاي حيكون في عندكم هدية بدي إياكم تشوفوها وتستفيدوا منها، يعني مثل ماتيريال صغيرة. أنا قلت لكم إنه ما فينا يعني نعطيكم كل شيء على الوركشوب هاي، فبدكم تدرسوا شوي لحالكم، وفي بعض الريفرنسز والريسورسز أنا بعطيكم إياها تقرأوها خلال اليومين هدول، يعني أبدا ما بياخذوا غير وقت بسيط، تشوفوا حتستفيدوا منه إن شاء الله قبل ما نبلش المرة الجاية، لأنه جدا جدا مهمة. أيوة أنا صار لي فترة والله قاعد عم بحكي وأنا نسيان إنه في waiting room. يلا الحمد لله ما حكيت كتير، كنت بحكي أنا ونسيت إنه في waiting room. على كل حال أحمد وين راح خلدون؟ معك دكتور. أيوة أهلا. طيب هذا الصدى كيف فيك تشيله؟ هيك راح. تمام. فكنت بحكي لكم هلا في براكتس بدنا نسويها آخر واحدة مع أحمد، حنستعمل جوجل سكولر، لأنه هذا مثل واجب صغير أو هدية. خلينا بدل ما نستعمل كلمة واجب، لأنه واجب كلمة منفرة، نستعمل كلمة هدية. فمشان إن شاء الله تساووه من هلأ ليوم الاثنين، لأنه كتير كتير حتفيدكم وتساعدكم ليوم الاثنين، فحتكون بدايته هون. طيب بدي إياك يا أحمد لو سمحت تفتح مرة تانية عندك من التابلت وتروح على scholar.google.com. أوكي أوكي دكتور، can you start sharing؟ مرة تانية settings لازم نغيره. share screen. ايوه stop share. Pause recording. أحمد. ألو. أوكي. Google Scholar صح؟ ثانية واحدة خليني أحطك السبوت لايت مشان الناس يلاقوك بسهولة. لا. نزلت فول سكرين. طيب هلا انت مساوي شير سكرين تبعك؟ كانه فوق لك ريموف سبوت لايت. اوكي هلا احمد خلدون وينه؟ هو بالانجليزي الثاني. لكم لاقي بس بدي يساويك السبوت لايت ولا خلص هيك تمام، انا شايف شاشتك هلا، المفروض الوضع هيك منيح. طيب هلا اوكي بالسكولر دوت جوجل اضغط على هذا اللينك جوجل سكولر. اوكي بس خليني اتاكد انه السكرين ريكوردينج شغال، المفروض هيك. اوكي هلا بالسكولر هلا في شغله كثير مهمه هلا بحكي عليها بعد ما نخلص هاي، بس هلا انت شوف اي سنه يا احمد؟ انا سنه ثانيه. اوكي اخذت الكارديوفاسكولار سيستم ولا لسه؟ بالفيزيولوجي يعني. اوكي ما اخذت الروماتيك فيفر؟ لا ما اخذت الروماتيك فيفر. طيب مو مشكله ما في داعي يعني نشرحه، هو مجرد مثال، ولكن اعرف انه التهاب الحلق يعني السور ثروت او الفارنجايتس في له كثير اسباب، منها فايرال ومنها بكتيريال، والبكتيريال ممكن تكون انواع بكتيريا كثيره، منا واحد اسمه ستريبتوكوكس، ستريبتوكوكس بايوجينس. المهم هلا بس هي الديمونستريشن بيربسز، لانه هي لها علاقه بالهديه اللي ان شاء الله بدكم تشوفوها قبل يوم الاثنين، لانه كثير حتفيدكم. بدنا ندور هلا تعرف التهاب الحلق هذا اذا كان في يعني بدنا نشخص انه هي ستريبتوكوكس ولا غير ستريبتوكوكس، يعني نوع ثاني من البكتيريا. في شغلات بالاكزامينيشن انه نشوف الحلق وكذا ونفحص بتساعدنا بالتشخيص، فبدنا نكتب كيوردز هلا نشوف
كيف هذا يعني الفحص السريري فيه يساعدنا بتشخيص الستوكوكس بايوجينز او سبب اخر لالتهاب الحلق. فبدنا نكتب الكيوردز هون، تمام؟ اوكي. شو الكيوردز اللي بتخطر ببالك؟ اول شيء نكتب الشغلتين، المرض وسببه، بعدين نشوف شو الكلمات الثانيه. اوكي، يعني المرض حيكون مثلا سور ثروت او شو اسمه، فارنجايتس. هي المصطلح العلمي دائما بيقولوا فارنجايتس بي اتش، ايوه، ار واي انجايتس، فارينكس بالار، فراين، ايوه، فراي، R-Y فرنج، أيوة بس انزل. طيب هلا لسه انت سويت هلا سيرش، هي مش مشكلة، هاي فرنجايتس. طيب بعدين شو نحن قلنا؟ بدنا ندور على ستريبتوكوكس، فاكتب ستريبتوكوكل. ايوه بس ستريبتوكوكل سي، ايوه، نفسها اللي تحت، اختارها وامسح البيوجينز. ايوه. هلا نحن بدنا نعرف دقة الفحص السريري، صح ولا لا؟ بدنا نشوف دقة الساينز تبع اللي هي مثلا احمرار الحلق، وجود تقيحات حرارة الى اخره، بدنا نشوف هاي دقتها. فشو الكلمات بالانجليزي؟ accuracy of the clinical examination. اوكي، اكتب accuracy. وشو ساينز؟ يعني حتى مو لازم تكتب جمله مفيده، انت بهمك الكيورد، مو لازم تكون جمله فيها ذا واند وكوماز وهيك. ايوه، accuracy ساينز. طبعا شغلات الاند اور والاقواس هي اللي استعملناها ببابمد، فيك تستعملها هون كمان بس هناك اسهل. على كل حال جوجل سكولر الحلو فيه انه هو كتير يوزر فريندلي، هلا حتشوف ليش وشلون. لذلك انا بفضل جوجل سكولر اكثر بكثير. هلا خلاص اضغط انتر. طيب شوف لي أول article. Accuracy and precision of signs and symptoms of streptococcal pharyngitis in children. A systematic review. تمام. شايفين شلون هلا؟ لا أرجع. خليك على ال. Yeah. ساوي باك. هلا لاحظوا شلون. عندكم أسماء المؤلفين بالأخضر. ركزوا معي يا جماعة إنه هي شغلة كتير حتعرفوا ليش جوجل سكولر أحلى من PubMed برأيي الغير متواضع. هلا السايتيشنز اول شيء بيقول لك على السريع كم في سايتيشنز، يعني كم مؤلف عزا او لما الف قال انه انا اخذت من الارتكل هي واعتمد عليها. 137. طبعا هذا معيار للشهره وللاعتماديه تبع الارتكل. الريليتد ارتكلز اذا بتضغط عليها بيورجيك شو اي شغله مشابهه لها في الموضوع بيطلع لك اياها. وكمان هلا شوفوا السنه 2012 مثل ما انتم شايفين جنب المؤلفين والجورنال اوف بيدياتريكس. هلا اضغط عليها. هلا بدنا نروح نشوف الارتكل، بدنا نطلع منه معلومه واحده. طبعا ما حنقرا الارتكل كله لانه طويله، بس مشان توصل لكم الفكره روح فوق على الشمال، فوق بي دي اف، فيو بي دي اف، فيو بي دي اف 10 o'clock. ايوه فوق على الشمال. اي مش ملاقيها. هي ما بيعمل شيء لما اضغط على فيو بي دي اف. طيب انت هلا فاتح من التابلت ولا من تابلت؟ صح من التابلت. ما اظن حاجة. بس هو بيقول لي بيرشس بي دي اف. اوكي، لا هي فري، ما عليك. طيب خليني انا اكمل الخطوه من عندي مشان ما نطول كثير. لانه انا عندي على الكمبيوتر وفي عندي شغله بتساعد بالموضوع، بس خليني اسوي انا الشير. طيب شغال عندي الشاشة، شايفينه صح؟ شايفينه. تمام. سبوتلايت. تمام. هلا نكتب مرة ثانية على السريع. فارينجايتس. ستريبتوكوكال ساينز اكيوراسي. حلو؟ نروح على الفول بيج. هلا هي كاني انسوا هلا هذا الزر الصغير هذا بيحكي عنه بعد شوي. طيب
حنرجع له الزر هذا وروعته، مشان هيك انا كمان كثير بحب جوجل سكولر. ولكن هلا شوفوا شلون الاكريسي اند بريسيجن. هون في لينك صغير وهون في all 12 versions، هون وديك على البي دي اف يعني مباشره، يعني لما تستعملوه ان شاء الله هتتعودوا عليه بسرعه، ولكن هون فيك تحملها ببلاش. اي ثينك يعني كانت ببلاش ما اظني، لا لا اتس نوت بيد. في بعض الارتكلز طبعا يس بدك تدفع عليهم، ولكن هي كل اللينكات المتوفره للارتكل هي، لانه ممكن توجد باكثر من مكان، احيانا بيكون مدفوع بمكان وببلاش بمكان، فجوجل سكولر حلاوته بيجمع لك كل اللينكات مره واحده، عرفت شلون؟ معي احمد، خليك مشغل المايك لانه بدي مساعدتك هلا. معك دكتور. اوكي بالضبط، ليك اللينك اللي انا ضغطت عليه هلا من عندي اشتغل هلا، هو بالضبط نفس الموقع ما كان فيه مشكله، يمكن من التابلت عندك. هلا بدنا ما حنقرا طبعا الارتكل، يمكن كانت 10 صفحات او حتطلع طويله يعني اكيد، ولكن احنا بيهمنا فيها معلومه بدنا نطلعها مشان نستفيد منها بعد شوي، لانه حنضرب عليها امثله. هذا عنوان الارتكل، والجورنال اوف بيدياتكس طبعا من الجورنالات، يعني هو من التوب جورنالز لتخصص طب الاطفال. ف نطلع هلا هون يعني الارتكل وكيف تقراوه. على فكره كيف تقرا ارتكل هذا الشيء طبعا بيجي مع الخبره، وكمان الكورس تبع اف بيري ويلسون هداك اندرستاندينج ميديكال ريسيرش بيساعد كثير. فهون بيعطيك الاوبجكتيفز الديزاين والريزلتس. الكونكلوجن ما حنحكي عنه هلا لانه ما بيهمنا، نحن بدنا نضرب المثال وليس وليس الموضوع نفسه. فهلا بنروح على الجدول هذا. هلا انا يعني الارتكل هي اصلا انا قارئها من قبل طيب، ومجهز يعني مجهزها من زمان. ف المعلومه طبعا انتم لما بدكم تقراوا راح تقراوا الارتكل كامله، ولكن خلينا نرجع للفكره هي على السريع. نروح هون نساوي زوم. طيب هلا اذا انتم شايفين ولا كانه مو شايفين صغير كثير، هون عم يعطيك شو. شوف عنوان التيبل accuracy and history of physical examination، يعني التشخيص الفحص السريري in the diagnosis of streptococcal pharyngitis، يعني شو دقة الفحص السريري انك انت تشخص انه فلان اللي عنده وجع حلق يكون سببه بسبب بكتيريا معينة. طيب فهون مثلا في عدة شغلات ما حنقعد نحكي عنها لانه مو غرضنا نشرح التهاب الحلق نفسه، بس نحن بدنا نفهمكم انتم كطلاب طب او كاطباء ان شاء الله مستقبليين كيف الطب يعني الاكتشافات هي كيف تتكون مع الزمن. فمثلا عندك الحراره، الارتجافات، انه مثلا ريحه تمه مو حلوه الى اخره، انه مثلا اخوه عنده التهاب حلق فهذا بيزيد احتمال انه البكتيريا الفلانيه هي السبب، هذا كله سيبلينج وذ سور ثروت. بس نحن هلا عم ندور على شغله فيري سبيسيفيك اللي هي كثير مشهوره، وجود تقيحات على اللوزتين او الحلق معروفين، يعني كلياتنا صار معه التهاب. بيقول لك لو في عمل على اللوز، لو في عمل او قيح، معناته شو بتكون هي البكتيريا، او بتكون على يعني احتمال اعلى انه هي بكتيريا. فنحن بدنا نتاكد من هي المعلومه او بدنا نشوف مرجعيتها العلميه. فشوف شلون هون ليكو معي احمد. معك دكتور. تمام شوف شلون هلا، شو هاي شايف المكتوب هون على الماوس؟ Chancellor and pharyngeal exudates. Exudates. اوكي الاكزوديت اللي هو شو؟ الفلويد اللي هو contains a lot of protein وcells من الانفلاميشن. اوكي. صح؟ يا. عكسه الترانسوديت اللي بيكون شو؟ كلير. فلما يكون عندك tonsillar او pharyngeal يعني على الفارنكس او على اللوز، على الحلق او على اللوز، exudates. طيب طبعا هي كليات الارقام شايفين الصغار هذول اللي كثير مزعجين وشكلهم بشع، هي مراجع علميه يعني في اخر الارتكل بتنزلوا 16 و26 و34 و36 كلياتها مراجع. شوف شلون بتنزلوا هاي الارقام، فكل حرف وكل رقم بالارتكل هي له مرجع، وكل ارتكل طوله 10 صفحات على الاقل فالقضيه جدا جدا طويله عريضه. طيب فهذول كلياتهم مراجع وكل وحده بنفس الطول او اكثر يعني. المهم نرجع لموضوعنا، فلانه هي سيستميك ريفيو، هي الدراسه عم تلخص دراسات من سبقها لذلك اسمها سيستميك ريفيو. فهون هلا بنروح على شو نحن، هون عندك البوزيتيف لايكليهود ريشيو والنيجاتيف ما حنقعد نشرحهم هلا، ولكن بيهمنا السنسيتيفيتي والسبيسيفيسيتي. احمد انتوا درستوا السنسيتيفيتي والسبيسيفيسيتي ولا لا؟ بصراحه نسيهم. طيب
السنسيتيفيتي هي معناها انه خلينا نعطي مثال بسيط على سرطان الرئة، حلو، لانه هذا مثال واضح. سرطان الرئة كيف بدك تشوفه؟ ممكن بالامراي. اوكي، بس قبل هيك يعني خلينا ننزل ستيب لور. اكس راي، خلينا نحكي اكس راي. هلا طبعا الاكس راي عندك السي تي احسن منه، صح ولا لا؟ يعني السي تي اغلى وادق من الام ار اي، الاكس راي. فخلينا يعني نضرب فقط مثال، انسان عنده سرطان رئه، طيب عافانا الله وعافى الجميع، شو احتمال انه الاكس راي هذا يشخص او يعني نعرف ونلاحظ السرطان هذا على الاكس راي؟ هلا صح هو ممكن يبين، بس كمان ممكن ما ننتبه له، ممكن يكون صغير كتير، ممكن الدكتور نفسه ما ينتبه لأنه مهارته بمستوى معين، وغير هيك يعني غير الدكتور نفسه الإكس راي نفسه له limitations، يعني هو الإكس راي ما بيمكنك أنك تشوف مثلا شغلة ما إلى كثافة معينة أو حجم معين، صح ولا لا؟ شور. فخلينا نقول لو 100 إنسان عندهم سرطان نفس السرطان بالضبط 100 بنفس المكان، عملنا له الإكس راي، حلو، 100 واحد عنده سرطان عملنا له الاكس راي وشفنا على الاكس راي السرطان فقط في 80%، شو بنسميه هاي؟ هاي سنسيتيفيتي. بالضبط، سنسيتيفيتي انه التشانس اوف فايندينج يعني ا ديزيز، ذا تشانس اوف فايندينج ا ديزيز وير ات اكزيستس. لو عندنا 100 واحد عنده المرض هذا، كم واحد منهم راح نلقطهم، راح نمسكهم، راح نلاحظهم على الفحص الفلاني؟ هي بسميها sensitivity. 100 إنسان مريض أصلاً، شو احتمال إنه to catch him on this investigation بالإكسري؟ مثلاً إذا مسكنا 80 من أصل 100 بنسميها sensitivity 80. هذا شو معناته؟ يعني العشرين الباقيين شو؟ we couldn't catch the disease in the X-ray. الإكسري هدول حيكونوا شو؟ حنحكي عنه normal، مع إنه هنا مو normal، هنا عنده سرطان بس نحن ما شفناه. هي بنسميها false negative، نحن حكينا negative بس هو falsely negative. false negative. specificity، خلينا نشرح المفهوم ببساطة، لساتنا بنحكي عن السرطان. تخيل انه جبنا 100 انسان طبيعيين، نفترض انه بلال دروبي ان شاء الله انسان سليم، فصورنا 100 بلال دروبي مثلي، حلو؟ اوكي، 100 بني ادم طبيعي ما عنده مشكلة برئتيه ابدا، صورناهم اكسريات وقلنا للدكاترة تعالوا اقرأوا الاكسريز هدول، واجوا يقرأوا، هل تتوقع انه كل حدا يقول عن الاكسري هي سليمة ووضع لوز؟ ممكن يكون لا، يعني اكيد لا، الا ما تجي من اصل المية حالتين ثلاثة خمسة عشرة او حتى اكثر، انا بوعدك، بس يعني الا ما تصير انه يحكي انه في شيء، الدكتور يحكي اه والله عندك كذا كذا هون ويكون ما في شيء، حلو؟ ف المفروض هلا ايديلي ما بدي اطول على الموضوع هذا مشان ما تملوا، انا بحاول اوازن بين التطويل والاختصار المخل، ولكن الاساس والشغل اللي نحن كلنا بنتمناه بالطب انه يكون عندنا فحص بحياته ما بيعطي شيء غلط، يعني اذا انا صورتني 100 مره 100 شست اكس راي ووجهتها للناس يحكوا يعني على 100 اكس راي انه هدول طبيعيين، 100 انسان طبيعي تصوروا اكس راي كل حدا يحكي هي طبيعيه، ولكن لا، الواقع انه إلا ما يصير ب 10-20% من الحالات، يعني مثلا بضرب أنا أمثلة، يحكي لك آه والله فيهم سرطان بس ما يكون موجود. فمثلا نفترض أنه بخمس حالات من أصل المية 100 إكس راي سليمة، خمس من الحالات الدكتور قال آه والله هون في سرطان، معناته شو؟ 100 ناقص 5 95، هاي هي السبيسيفيسيتي. حلو أحمد؟ yeah. Yeah. فيعني لو الدكتور شاف المية وقال المية سليمين بنحكي sensitivity 100%، بس لو غلط أحيانا وشخص غلط إنه في سرطان بنسميها هي false positive. yeah. فبنطرحهم، فلو قال في خمس سرطانات من أصل المية هدول بنحكي 95% specificity والباقي false positive. هاي هي yeah. sensitivity وspecificity. الفكرة إنه sensitivity yeah. للناس المريضين اللي بدنا نمسكهم، حلو، والسبيسيفيسيتي للناس السليمين يلي ما بدنا نحكي عليهم تشخيص غلط وهو ما عنده شيء. يعني تخيل تخوف انسان تقول له اه انت عندك سرطان وهو ما يكون عنده، طيب، فهي هي الفكره.
وكل واحد طبعا يعني مين الأهم، هاي ولا هديك، حسب المرض اللي عم ندور عليه وحسب السياق الطبي. ما حنقعد نحكي بالموضوع هذا هلا، بس نضرب يعني نرجع للمثال اللي عم نضربه لأنه حنسكر إن شاء الله الحكي هذا، يعني الميتنج قرب يخلص. فنحن كنا بنحكي عن القيح والتهاب اللوز، فبدنا نعرف السنسيتيفيتي يعني تبع القيح هذا لالتهاب اللوز تبع البكتيريا هي. نحن مو قلنا إنه الناس اللي عندها الستريبتوكوكس هي البكتيريا على يعني غالبا أو احتمال أعلى يكون عندهم قيح، بس نحن بدنا نشوف الدقة القيح هذا شو السنسيتيفيتي والسبيسيفيستي تبعه مشان نشخص الستريبتوكوكس كسبب لالتهاب الحلق. أعتقد الصورة واضحة، هو ممكن يكون مسبب التهاب الحلق، ممكن بكتيريا غيره أو فيروس، يعني حتى اللي عنده كورونا بصير عنده كمان التهاب حلق، صح ولا لا؟ وبصير بنات أدانه نازلين مثل ما بيقولوا. فكيف بدنا نميز؟ واحدة من الشغلات يلي ممكن، أنا بحكي بدقة على فكرة، ممكن يساعدونا القيح، فنحن بدنا نشوف الدقة تبعه. فبنيجي لهون مثل ما قلنا تونسلر أند فارنجيال أوكسيديتس، بنيجي هون بالجدول نروح 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 على الشمال على اليمين. فالسنسيتيفيتي شايفين شلون؟ إن شاء الله تكون الصورة واضحة. 37 شايفين شلون؟ السنسيتيفيتي 37%، هي يعني 0 point يعني 37%. شو يعني؟ يعني من 100 إنسان الستريبتوكوكس هي سبب الالتهاب، فقط 37 منهم حيكون عندهم قيح. حلو؟ السبيسيفيسيتي بالمقابل شو؟ 74%. شو معناتها؟ طبعا إذا مليتوا آسف، ولكن هي شغلة جدا مهمة، ولو تعلمتوها إن شاء الله بحياتكم ما بتندموا، وإن كان على فكرة ممكن تكون مرت عليكم من قبل بس ما عرفتوا أهميتها. معنات السبيسيفيسيتي بالحالة هي يعني 100 إنسان حلقوا بيوجعوا، بس مو الستريبتوكوكس هي السبب. يعني مثلا 100 إنسان ملتهب حلقه بسبب كورونا أو فيروس تاني أو إنفلونزا أو غيره، من أصل هدول الناس يلي مو سببهم هي البكتيريا اللي عم ندور عليها، 74% ما حيكون عندهم الإكسوديتس والباقي حيكون عنده. فهي هي السبيسيفيسيتي والسبيسيفيسيتي. على كل حال أنا ليش ضربت هذا المثال؟ لأنه حجيب لكم فيديو إن شاء الله هيحكي عن الموضوع وحتعرفوا أهميته بالطب. لأنه على فكرة الأسبوع مو الأسبوع الماضي، قبل أسبوعين، هاي الشغلات شو بتساعدكم؟ أنت كدكتور هلأ مثلا أحمد خلدون ماشي، شو بدك تتخصص يا أحمد؟ too soon بس يعني internal أتوقع. أوكي internal مو مشكلة، still works for my example، لأنه internal أنتوا بتشوفوا كل شيء، أنتوا بلشنا نحكي أنتوا من هلأ، فراح تشوف أنت كل شيء، راح يعني على الطوارئ أي شيء وجع للإنسان أنت بدك يعني حتشوفه أول شيء غالبا. فمن هي الشغلات اللي حتشوفها؟ الأبدومينال بين، حلو، ومن الأبدومينال بين الأبندسايتس. فتخيل أنت مثلا عملت فحص سي تي سكان، حلو، لواحد عم يشكي وجع بطنه. طبعا الأبندسايتس هي يعني very hot topic هلأ بالأردن بعد الحادثة اللي صارت قبل شهر، فمهم هي الشغلة نفهمها. فرحت بعثت له سي تي سكان، حلو، والراديولوجيست كتب لك بالريبورت انه not appendicitis. معي انت لسه؟ معك دكتور. اوكي، فهلا انت شاكك بابندسايتس بس الراديولوجيست قال لك لا، appendicitis is unlikely. هاي الشغلات الارقام اللي هلا صار لنا ساعه من دردش عنها مهمه، لانه انت كدكتور ممكن ما بصير تعتمد فقط تحكي والله خلص السي تي سكان نورمال معناته خليه يروح على البيت خليه يولي، لا، بدأ يعني لما تجي تحسبها راح تلاقي والله مثلا احتمال انه يكون هو عنده appendicitis بس التشخيص غلط 10%. انت فهمان الصوره اللي عم بحكيها؟ يعني انت ممكن تعمل له discharge اذا انت فكرت ببساطه وما كنت تعرف الشغلات هاي، تروح خلص والله السي تي سكان نورمال يا اخي، هو يا اخي بيشكي وجع بطن وانوركسيا ونوزيا وفوميتنج ورايت لور كوادرنت بين ووجع جدا شديد، بس السي تي سكان نورمال، تحكي اوكي خد ايبوبروفن وسلامتك وروح البيت. في احتمال 10% تقريبا يكون غلط مثلا، وهي الشغله عن جد شفناها بالطوارئ وصارت. فالطبيب مو بس لازم يعني على العمياني والله يبعث التست وخلص يقول يلا نشوف شو بيطلع التست، لا، ما هو لو كان الموضوع بهالبساطه كان الماشينز من زمان استبدلتنا وصار في ارتفيشال انتليجنس تشتغل الشغلات هي،
ويعني هذا ممكن يصير بالمستقبل. ولكن الموضوع أكبر من هيك. You have to interpret the results. لازم تفهم النتيجة اللي طلعت وأنت اللي هتعمل القرار. فهي شغلة جدا مهمة إن شاء الله. يعني راح نزلكم فيديو صغير حوالي 13 دقيقة هو على الفيسبوك على الجروب بعد الميتينج هذا عشان نحكي هالموضوع بالتفصيل وحتعرفوا أهميته ودوره. فهي هي الرقمين هدول لأنه استعملناهم بالفيديو هذا. الفيديو اللي أنا حبعتكم إياه استعمل الرقمين هدول. السنسيتيفيتي 37% بس نحن حنسوي له تقريب 40% والسبيسيفيستي 80%. فهذا الموضوع ويل كم باك تو ات يعني لحالكم مو على الزوم وحتشوفوا قديش الموضوع رائع ومفيد. خلاص ان شاء الله قربنا نخلص. نفوت على موضوع الكويستشنير بسرعه. كثير منكم بيساوي كويستشنير وهي شغله جدا مهمه تعرفوها لانه انا بشوف فيها كثير اخطاء حرام. يعني بشوف داتا ناس بيجوا بيجمعوا داتا اسلوب سيء جدا وما بيطلع منه ريسيرش. شوف لما انت تعمل الكويستشنير بدك تسال حالك قبل ما تعمل يعني الكويستشنير وتنشره بين الناس، هذا الكويستشنير شو بده يساعدني؟ يعني انا شو بدي اطلع منه وشو الثيوري اللي بمخي، شو الهايبوثيسيس اللي انا بدي اتاكد منه وبدي ادور عليه. حلو. فكتير ناس بيجوا يعني رفيقي كمان واحد اسمه حسام يعني بيجوا عنده ناس بيقولوا له ساوي لنا ستاتستيكال اناليسيس. هو مجمع داتا، تخيل يا احمد، مجمع داتا كلياتها string variables، strings يعني كلام. حلو. وبدهم اياهن مجمع كلام بيقول له ساوي لي statistical analysis. يا اخي كيف بدك تساوي statistical analysis لكلام مثلا؟ فبصير في اخطاء. فلازم تفهم. لذلك حتى لو انت ما بدك تكون اكبر علماء الدنيا، لو بدك تكون انت بالتيم حدا غيرك يساوي statistical analysis او whatever، تجمعوا الداتا وبعدين تعطوها لحدا خارج الريسيرش كله، تحكي والله انا بدي اتواصل مع بلال الدروبي، بعد ما خلص الحكي كله بتعطيه الاكسل شيت هو يساوي لي الداتا اناليسيس. لا، ما بيزبط. لانه انت ممكن تكون عم تشتغل سنه كامله على الفاضي، تيجي لعندي تعطيني اكسل شيت اقول لك هي الاكسل شيت ما يعني لا تنتج ثمره، لا تنتج ثمره علميه، ما بيطلع منها اي استنتاج مفيد، تكون انت مجمع على الفاضي. طيب، فلذلك مهم تعرف كيف تعمل تو كرييت جود كويستشنز. رقم واحد، يعني موضوع هذا يعني بده خبره وبده تجربه كثير بس حلخصها ببوينتس. رقم واحد، يو شود اولويز يوز كلير جرامر اند فوكابولري. ما تقعد تستعمل لي كلمات مو يعني موهمه ومبهمه ومو واضحه. كل كلمه بدك تتاكد انها تكون واضحه لجميع من يقراوها، ولو بتكون مشكوله بيكون احسن. وفوكابولري والجرامر يكون النحو واضح سواء بالعربي او بالانجليزي، خصوصا انه الانجليزي كثير ناس يعني بيلاقوا فيها صعوبه. وبايلوت تيست، شو يعني بايلوت تيست؟ يعني تتذكروا الكويستشنير اللي انا نزلتكم اياه طبعا قبل شهرين، شهرين لما انا نزلت الكويستشنير وسجلته على الجوجل فورمز، طبعا هذا لسه موجود عندي وان شاء الله السيشن الجاي راح نساوي له داتا اناليسس مع بعض كلياتنا. هذا الكويستشنير انا ما ساويته مباشره، رميت لكم اياه، اعطيته لثلاثه من رفقاتي، قلت لهم تاكدوا لي منه هل فيه مشاكل، هل شغال على التليفون مزبوط، هل شغال على اللابتوب مزبوط، هل الزرار او كذا كلياته واضح ولا في شيء مخبى، هل الكلمات واضحة ولا في شيء مبهم؟ وأنا نفسي ضليتني راجعه. متذكره أحمد أنت صح؟ حليت أعتقد الكويستشنير؟ بحل كثير كويستشنيرز بس أتوقع أوكي، فحتشوفوا الكويستشنير هذا والداتا حاعطيكم إياه مشان تسووا له أناليسيس إن شاء الله السيشن الجاي على السوفت وير مع بعض. هذا بيسموه بايلوت تيست، قبل ما تعلن الدراسة رسميا وتنشرها لكل حدا، بعثها للناس مخصوصين وتأكد إنه كل شيء تمام. هي واحد وهي جدا مهمة. اوكي بقينا 10 دقائق منيح ان شاء الله بنلحق. ثاني شيء، يو شود اكسكلود يعني او كفر اول بوسيبيليتيز. ما بصير تعمل لي سؤال تحط لي خيارين وهو ممكن يكون له ثلاث اجوبه، صح ولا لا؟ يعني نضرب هون مثال. انتم مثلا واحد منكم بده يعمل دراسه عن علاقه السموكينج بالواتيفر بالهيلث باللنج كانسر بالكافينج مثلا، بدك تشوف كم مره بكح باليوم، حلو، وكم دخان يعني كم سيجاره بدخن باليوم، بدك تشوف العلاقه. عندك هيك هايبوثيسيس انه في علاقه طرديه يعني لينير ريليشن شيب بين الشغلتين هذول، كل ما يدخن اكثر كل ما يكح اكثر. شو بتساله؟ طلع دو يو سموك يس اور نو وهاو ماني تايمز بير داي، هاو ماني باكس، بيقول لك 1 باك اور ليس، 2 تو 3 ومور ذان 3. يعني بالله عليكم هل هذا هي الاسئله بيطلع منها استنتاج علمي محترم؟ طب اطلعوا هلا على المثال الثاني، شوفوا هاي الأسئلة، هاي نفسها نفس الدراسة نفس الهايبوثيسز، ولكن شوفوا هون كيف الأسئلة. Do you smoke؟ بعدين بين قوسين please note إنه السيجارتس والشيشة
والفيبينج كلياتهم نعتبرهم تدخين، فإذا أي واحدة من هدول جاوب نعم. بعدين شوف الخيارات yes و no و I used to smoke but I quit، أنا كنت دخن ولكن تركت. هي على فكرة يا شباب كتير حتشوفوها، يعني هي دائما للأسف يكون واحد بيدخن يا أخي طول حياته 10 سنين وصار له 3 أيام whatever بطل ولا خلصانة مصاري ولا بيقول لك لا تركت، ما تركت، ما يعني هذا حيعمل لك خطأ في الدراسة تبعك، فلازم تكون الأسئلة واضحة وتشمل كل الاحتمالات. كان في patient لسه ما في من فترة قصيرة يعني بالكلينكس حتى بالطب على فكرة هيك يا جماعة، كان الدكتور بده يسوي له تست للليبيدز ولا الدايبيتس، طبعا بتعرفوا انه لازم يكون صايم قبل هيك حلو. فالدكتور سأله صايم ها؟ قال له اه صايم. فانا قلت له من امتى؟ قال من ساعة، من الكيك اللي اكلته من ساعة. فهو معتبر هو بذهنه انه انا ما اكلت من ساعة، اكلت كيكة فقط من ساعة واحدة يعني ما اكلت شيء بعدها، انا صايم المفروض اعمل ما هو هلا بتكون الكيكة عم تجري بدمه وحيطلع الدايابيتس 150 ولا 200. ف لازم تكون اسئلتك واضحة، عرف معنى الصيام، والله مثلا من 8 ساعات فما سبق، عرف معنى التدخين، عرف معنى الكوتينج، انت من امتى تركت، ما بصير هذا الحكي تتركه مفتوح. نختصر، فهي شغلات فكروا فيها منيح، فكر بالأسئلة قبل ما تحطها. بعدين بتسأل سؤال بعده if yes for how many years have you been smoking، لأنه ما بصير والله ما بصير مثل هذا اللي هون سألته تحكي لي آه والله باك وباكين وخلص، لا ما هو في عندك كم سنة بيدخن وكم باكيت، فشوف شلون how many years have you been smoking و if yes how many packs on average per day. هذا كله بعد ما تجمع الداتا بتضربهم ببعض، بتضرب كم باكيت باليوم وكم سنة تضربهم ببعض بيطلع معك عدد الباكيتات اللي بيسموها الباك ييرز، اللي يعني اللي طلاب سنة رابعة بيعرفوا الباك ييرز، يعني هي مجموع السنوات مضروبة بالباكيتات. فهي هي لأنه مدة التدخين والكمية بيلعبوا دور في الأعراض وفي المشاكل الصحية. وبعدين شو إذا if I used to smoke how long ago did you quit، تسأله بالضبط إذا أنت تركت يا أخي من متى تركت بالضبط. فهي الأسئلة أحسن بكتير من الأسئلة السابقة، صح ولا لا؟ شو رأيك أحمد؟ يعني covered all possibilities بالضبط بالضبط. فأنا هيك يعني أشكرك صراحة، أنا بدي حد هيك يحكي معي مشان ما بحس لما بحكي مع حالي بخاف إنه ما يكون أصلاً مسجل أو يعني المهم. فالأسئلة دققوا عليها منيح يا جماعة، ما تستعجلوا إنكم تنزلوا أسئلة، افهموا وتأكدوا إنه كل الشيء عم تفكر فيه الاحتمالات مغطاة، وإلا الاستدي تبعك بتكون هباء منثورة. لأنه أنا بوعدكم لو عملتوا استدي وقارنتوا التدخين بين واحد بيدخن مثلاً باكيتين وثلاثة وواحد بيدخن فوق الثلاث باكيتات، على الأغلب ما حتلاقي relationship، ما حتلاقي إنه هذول اللي بيدخنوا فوق الثلاثة عندهم كحة مثلاً أكثر من مرتين. هذا لا يعني إنه ما في dose response relationship، لا، هو التدخين كل ما زاد كل ما كان أسوأ، ولكن السامبل تبعك وأسلوب الأسئلة تبعك بيكون سيء، فما حتلاحظ هذا الفرق الموجود حقيقة، وحيكون الريزلت تبعك كلها نيجاتيف على الفاضي. طيب correct measurement method بالضبط، نرجع لقضية التدخين، ما بصير طبعا هذا إن شاء الله حنيجي له بدرس الاستاتيستكس، شغلة continuous variable يعني مثلا طول العمر ضغط الدم، هي شو continuous variable، 1 و2 و5 سنين و10 سنين و100 سنة والوزن بالكيلوغرامز، ما بصير انت من عند بنياتي افكارك تقسم لي اياها باكيت وباكيتين لثلاثه وفوق الثلاثه. هلا هو ممكن نظريا بصير ولكن غلط في المنهج العلمي. ليش؟ لانه اذا هو هيك اذا هو كونتينوس فاريبل قيسه ككونتينوس، بعدين اذا بتحب تقسم لي اياهم مجموعات هذا بعدين بصير، ليس اثناء الداتا كولكشن، هيك احسن، هيك الاساس. فإذا شغلة continuous continuous، إذا هي categorical إذا هي مجموعات يعني مثلا بتدخن ما بتدخن هي واضحة، أو مثلا سوري وأردني فلسطيني وكذا هي مجموعات هي بتسألها هيك، أما شغلات تنقاس بالأرقام الأصح أنك تقيسها بالرقم. وهذا كله رح تشوفه في منكم لما جمعنا داتا بالجوجل فورمز للورشة، هي كانوا يسألوا ليش بيسألوني عن الوزن وبيسألوا عن الطول وبيسألوا عن طول الشعر،
في ناس بينكتوا، شفتكم على جروباتكم، واحد ما بعرف واحد ولا واحدة خفيف دم بيحكي كأنه اللي عمل جوجل فورمز بيدور على واحدة بيخطبها. فلا، هي مو هيك القضية، هي حتعرفوا ليش هذا كله مشان نتدرب عليه. طيب look for risk factors. هلا risk factors مثلا التدخين والكذا، انت كيف بدك تعرف علاقة الشغلات هي وتعمل hypothesis؟ لازم تكون تدرس طب، لازم تكون تقرأ كتبك منيح، لازم تكون تقرأ research غيرك. طيب، فمثلا بدنا نشوف علاقة انه واحد يلبس كمامة وبين انه يصير له كورونا مثلا او ينعدب كورونا. فبنسأله، هاي شوفوا دائما على الشمال هو الاسلوب الخطأ في السؤال. Do you wear a mask in public? Yes or no. بعد السؤال اللي بعده، Were you vaccinated? Yes or no. بعد المسألة، Were you infected مثلا. هذا سؤال سيء، ليش؟ طلعوا سؤال هي الطريقة الأحسن. Do you wear a mask in public? بعدين شوف، بنحط شرط جدا جدا مهم. This includes covering your nose and mouth. If not, kindly do not count this. تحكي لي آه والله أنا عامل هيك طول اليوم، ما بتمشي هي. شو بده لا يسمن ولا يغني من جوع هذا، صح ولا لا؟ بس الناس اللي حاطين كمامتهم هون طول اليوم، ولا الناس اللي حاطينها هيك، هدول أحلى شيء اللي هيك، فهدول راح يحكوا لك يس. هذا كله حيطلع حيخبص الاستري تبعك. فلذلك بدك توضح الشروط تبعك، تحكي يس بعدين بالشرط، بعدين تحكي always, most of the time, some of the time, never مثلا يعني. بعدين تحكي when you are in public, how many people usually are wearing masks. يعني هذا عامل على فكرة مهم، وصح ممكن القناع ممكن يساعدك، بس كمان إذا الناس كلها مو لابسين أقنعة احتمال أنك تنصاب أعلى، لأنه كل حدا عم يكح عليك. فنحن مو بس بدنا نغطي الشخص اللي عم نسأله، بدنا نغطي المجتمع يلي عم يعرض الشخص للخطر. هذا كلياته من وين بدك تجي الافكار هاي؟ بدك تكون انت اصلا تدرس طب منيح، بدكم تقراوا كتبكم، بدكم تقراوا الليترتشر، لذلك الليترتشر ريفيو مهمه جدا. فهون مثلا شوفوا شلون خيارات 1 in 10 people مثلا، 2 in 3 people وهكذا. بعدين تسالوا were you vaccinated yes or no، وكمان ممكن اذا بتحب تسال type of vaccine. يعني ممكن مثل ما بنعرف الفايزر مثلا effectiveness تبعه اعلى من الافكاسي، اعلى من الساينوفارم. حلو. وسؤال أخير ومهم، were you infected with COVID at any point؟ لأنه بتعرفوا الكوفيد بيعطيك immunity for around 3 months خلينا نقول، فحتى لو ما أخذ الفاكسين بس صار له infection، احتمال قليل أنه يصير له infection خلال الفترة القصيرة هاي. فهي يعني primer سريع، تعريف سريع كيف نسأل أسئلة طبية للquestionnaires. وfind validated scores، مثل ما قلنا أنت بدك تسأل طلاب الطب على الاكتئاب تبعهم وعلى ما بعرف شو، بدك تلاقي السكورز. يعني روح على PubMed، روح على جوجل سكولر، اكتب depression score، depression questionnaire، حتلاقي ناس عملوا مثل استبانة طبية موثقة من مثلا من 20 سؤال بتقيس الاكتئاب بطريقة منيحة. فما في داعي انك تخترع من الصفر، انت بتبني على علم من سبقك. وهذا اللي انا عملته بالريسيرش تبع السايكولوجي ذاك اللي نشرته، كان دكتور عامل امتحان، خلينا نقول امتحان ذكاء، يعني social psychological skill، امتحان ذكاء اجتماعي. هو سواه، هو أول واحد اخترعه. أنا تواصلت معه وقلت له يا دكتور ريسيرشك حلو، أنا حابب ألده. وفعلا سويت له ريبليكيشن بالأردن وطلع نفس الفايندينجز. طيب، فخلصنا هلأ الكويستيونير ميكينج. باقي آخر شيء الداتا كولكشن، هي حتاخذ منا إن شاء الله 5 دقائق، فمباشرة بنخلصهم وبنسكر لأنه كتير طولنا اليوم. فهي آخر إن شاء الله سويتش، وبنرجع بعدها بنشرح الداتا كولكشن بيسكس على السريع، وبنشوفكم باللقاء القادم. ماشي، يلا بنرجع لانه باقي دقيقه واحده التسجيل وحيسكر علينا. اوكي، هتصير الساعه 3 ان شاء الله ما يجوا الله يعين طلعنا من الموقع. طيب نجي على السريع لقضيه الداتا كولكشن. بسم الله. الداتا كولكشن هي يعني اغلب، يعني اذا انتم ان شاء الله حتشتغلوا ريسيرش، بتوقع 60-70% أو 80% منكم هيكون شغله داتا كولكشن. هي اهم شيء، وهي ليست معقده جدا، ولكن اتس فيري امبورتنت تو دو كوركتلي، انه جدا حتوفر على حالك وجع راس وتعب لو تتعلم صح من الاول، مشان ما تغلط الاغلاط اللي انا غلطتها لما بلشت لحالي. كل شيء شغال صح ان شاء الله، الاوديو شغال، الناس عم يدخلوا ولا فيديو شغال؟ يعني شير سكرينينج مبين. اوكي طيب جميل. فداتا كولكشن مثل ما قلت هو اغلب الريسيرش اللي حتشتغلوا انتم كطلاب بالجامعه، وانا اشتغلته كمان، كان داتا كولكشن. حلو، يعني انا من الريسيرشز اللي عندي
مننجيتس وبانكرياتيتس و اثنين كانوا داتا كولكشن واثنين كانوا كويستيونيرز. حلو. ف يعني وهدول اللي اشتغلتهم لحالي والكويستيونيرز هدول كانوا لحالي مو انا يعني غالبا حيكون داتا كولكشن شغلته. ف مهم تعرفوه كثير منيح وما تغلطوا الاغلاط. رقم واحد، لما تيجي تجمع داتا قبل ما يعني تقرروا شو تعملوا الاستدي اثناء البرين ستورمينج، احنا شرحنا انه في برين ستورمينج بروسس، بتقعدوا كفريق بتقولوا شو بدنا ندرس. هون بتكون تقرروا شو البوبوليشن تبعكم. يعني نحن درسنا مثلا السحايا في الاردن، بدك تيجي تقول مين بدنا ندرس بالضبط، اي انسان عنده سحايا يعني من عمر 0 ل 100 120 اللي هو لا مثلا، اذا هيك تمام. بس لكن لا، نحن كان بدنا ندرس الناس يلي من عمر شهر يعني من فوق الشهر الى الادلت اللي خلاص العمر الانفينيت واتيفر. ليش؟ لانه النيونيتس لحالهم مصيبه ثانيه، هدول يعني مرض مختلف جدا في له شغلات واسباب مختلفه في التهاب السحايا. فلذلك نحن مثلا حددنا البوبوليشن تبعنا، هي مهمه. فلما تجي لك الاكسل شيت اللي شرحنا عنها يلي بتجيك من الـ من المواد من التك سبورت تبع المستشفى بعد ما تاخذ الاي ار بي، بيكون انت حاكي له والله اختار لي الاعمار هي او هي. بعد ما تجيك الاكسل شيت او انت فيك تساوي سلكشن اي حدا تحت العمر الفلاني بتساوي له ديليت، بعدين بتجمع الداتا للمرضى اللي بتحبهم. المهم هلا في شيء بيسموه الريكتانجولار فورمز او الاكسل شيت. الاكسل شيت هي كيف بدك تستعملها؟ خليني اورجيكم هون مثال حي لداتا جمعتها انا. هي المننجايتس داتا ايوه عليك. المننجايتس رو داتا، الرو داتا اللي هي الداتا يعني المعراه اللي انت بدك تساوي لها اناليسس. هلا انتم بتعرفوا يلي درس من كولونيورو التهاب السحايا مثل ما حكينا بيعمل، لانه هو التهاب في يعني غشاء الدماغ والعمود النخاع الشوكي. فشو بيصير من اعراضه؟ قلنا وجع راس وحراره وتشنجات ويعني كثير شغلات وممكن يموت البني ادم. فهلا نحن بدنا نجمع داتا. ما بصير يا احمد، ما بعرف خلاص انت صرت صديقي، ما بصير يا احمد عم تجمع داتا تيجي تكتب هيك على وورد فايل ولا على الورق، والله المريض هيك صار معه هيك. هذا كلام، كلام ما فيك تحلله، بدك تعمله كلياته بعواميد مشان لما تيجي تحطه مثل ما حندرس ان شاء الله بالجلسه الجايه بالداتا اناليسس، بدك تحطه بطريقه الكمبيوتر بيقدر يفهمها. تمام. عم بستنى اسمع ولا مو. تمام تمام دكتور، بس مشان نحس هيك يعني تفاعل. فبدك لذلك بدك تحطها بعواميد. هلا في لذلك شوفوا هلا الاكسل شيت هي، بنروح هوك هون طبعا شوفوا هون في عندك الخانه تبع العلامات وكذا، يعني مين جمع الداتا والاي ديز، انا مساوي لها هايد يعني مشان البيشنت برايفسي. بعدين كل مريض يعني كل مريض من شو من خانه، هون فاريبلز يعني الحراره وجع الراس كله خانات بالطول، ولكن شو الروز هي المرضى. فمريض رقم 2 كان مثلا شو سنه 2017 شهر 3 يوم 10 ساكن باربد وما اخذ مضادات حيويه قبل ما يجي على المستشفى براير انتيبايوتكس. حلو. والسكس هون شوفوا هلا هذا كلياته كودينج لازم تتعلموه. مثلا نحن كلياتنا من قبل متفقين على انه صفر هو فيميل وواحد يعني ميل او مثلا العكس، بس اذا انتم كفريق جدا 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 مهم تتفقوا مع بعض قبل ما تجمعوا داتا على اسلوب تجميع الداتا، تكونوا كلياتكم عم تستعملوا نفس الخانه نفس الاكسل شيت، يعني تكونوا مساوينا كوبي وموزعين على بعضكم، مو والله واحد بيجمع لي خانه والثاني مقلوبه والثالث معكوس، وواحد بيكتب ميل وواحد بيكتب ميل كابيتال وواحد بيكتب صفر وواحد بيكتب ذكر وواحد بيكتب عربي. هي لخبطه جدا جدا سيئه وبتخرب الريسيرش بالمستقبل، بتتعبوا فيها كثير. وكثير احيان وصارت معنا اضطرينا نراجع الداتا بعد ما جمعنا ستة كم كانوا 169 بيشنت، قعدنا اكثر من سنه يمكن نجمع، رجعنا بعدين ونراجعهم. طب ليش نقعد نراجع اذا يعني كان لو احسن لو اتفقنا من الاول على الطريقه الصح؟ يعني هاي الشغلات تتفقوا عليها منيح. يعني مثلا فيك تكتب ام واف وتتفقوا حتى على الكابيتالز على فكره، لانه على السوفت وير ممكن الكابيتال تفرق. اوكي؟ انه الام الكابيتال غير الام السمول. فمثلا انتم اتفقوا انه ما حدا يستعمل كابيتال لترز. هي كلها شغلات دائما بدها تكون يعني تجتمعوا مع الفريق تقعدوا تساووا الاكسل شيت تقولوا خلص هي رح نستعملها وهيك. فمثلا بتشوفوا هون
انه هون مثلا اسماء الادويه اللي اخذها. فمثلا مريض اخذ هذا المضاد الحيوي اللي هو تازوباكتام، بيرسلين تازوباكتام او اسمه تازوسن، لاحظوا اي حدا ما له اخذه بنتركه فاضي. اي حدا اخذ الدواء، طبعا هون ما في حدا مثلا اخذ، بس الاموكسيكلاف اللي هو الاموكلان، اكيد كلياتنا بنعرفه هذا الاموكلان مثل الضامع عندنا. فشوفوا شلون لما يكون اخذه بنحط واحد، وهكذا وهكذا باقي الادويه. مثلا بدنا نعرف هذا المريض قبل ما يجي اخذ الدواء الفلاني ولا ما اخذ. بعدين بنشوف كم عمره لما اجانا، هذا عمره 34 سنه. طبعا مثل ما قلت بدكم تتفقوا على كل تفصيل صغير بالاكسل، يعني مثلا تتفقوا انه بدنا نجمع الداتا بالسنوات. طيب الاشهر شو بدنا نعمل فيها؟ نتركها ولا نجبرها ولا تراوند اب ولا داون ولا نحطها بالفاصله؟ هذا كله بدكم تتفقوا عليه قبل. وهكذا التمبريتشر مثلا درجته بالطوارئ كم كانت؟ 39.2، تنكتب هيك. مثلا بدكم تكتبوا اذا في فيفر ولا ما في فيفر، بدكم تتفقوا. ما هو الفيفر كم بدك تعتبره؟ من 37.5 ولا 38؟ طب يا اخي 37.5 النص هي مشموله يعني حراره ولا مو حراره؟ هذا كله بدكم تتفقوا عليه قبل هيك، والا راح تكون الستدي كثير سيئه وحتغلطوا بكثير شغلات. وهكذا يعني هي كل الفاريبلز، الهيدك، النوزيا، فوميتنج، بدك تنكتب دائما هيك بالاصفار 0 و1. صفر معناتها مو موجود. يعني مثلا هذا للناس اللي درسوا النيورو، يعني احمد اذا انت سنه ثانيه لسه ما درست النيورو عادي ما حتعرفها، ولكن في فحوص سريريه اللي هي بيسموها الكيرنيج وبرودزنسكي، هي نوع يعني فحص بتعمل له هيك براسه او برجله، بتشوف اذا صار مع وجع بيكون احتمال اعلى انه عنده التهاب سحايا. فهي مثلا بنسميه برودزنسكي، تبع حركه الراس، اذا بيوجعوا هيك راسه، اذا وجعه بنسميها بوزيتيف يعني واحد. فليكو هون واحد. طيب هون صفر، شو يعني صفر يا احمد؟ نيجاتيف. نيجاتيف يعني عملنا له هيك وما كان في وجع. طب هلا السؤال اللي يطرح نفسه، هذول الفاضيين شو؟ ما نعمل لهم الاكزامينيشن. بالضبط، فتحنا الملف والملف مو مكتوب فيه شيء عن برودزنسكي. يعني المريض فات وعنده حراره وعنده كذا وهيك وهيك هيك، بس برودزنسكي ما حدا جاب سيرته، بنتركها فاضيه. مو بتحطها، هي جدا جدا مهم، ما بتحطها صفر. صفر يعني نيجاتيف، يعني عارف يعني علم، يعني علم بالعدم. طيب يعني علمت انها ليست موجوده، اما هون انت جاهل لا تعرف انها موجوده او غير موجوده، ما بنعرف. ف ambiguous بتتركها فاضيه مثل ما هي، هي بيسموها missing data. حلو؟ نحن قلنا قبل شي ساعة مو الريتروسبكتيف ستدي مستواها أقل من البروسبكتيف. ليش؟ لأنه الريتروسبكتيف ستدي لما ترجع على ملفات المستشفى يا ما حتلاقي ملفات ناقصة. شوفوا شلون هذا الـ يعني الداتا هي، شوف كلها شو فاضي فاضي، كلها شغلات فاضية هون. فهي بتعمل مشكلة معك بالداتا أناليسيس وبدك تحلها لقدام. ما حنحكي عنها هلا، ولكن لذلك الريتروسبكتيف ستدي فيها كثير ميسنج داتا. عادة البروسبكتيف ستدي الميسنج داتا فيها أقل بكثير. لانه انت قبل ما تساوي الاستدي بتروح مثلا عند الدكاتره بالطوارئ بتقول لهم يا جماعه نحن والله عنا انا والدكتور محمد القضاه بدنا ندرس التهاب السحايا، لو سمحتوا لما تشكوا بالتهاب السحايا اسالوا يعني افحصوا البرودزنسكي والكيرنج منيح وسجلوهم بالورق بوضوح، نحكي لهم هيك مثلا. فبتكون المستوى الكواليتي تبع البروسبكتيف ستدي احسن. طبعا لاحظوا نحن ما غيرنا شيء من التشخيص والعلاج، بس قلنا لهم انه يسجلوا المعلومات احسن. عموما لذلك بيكون البروسبكتيف احسن. فالفكره انه انتبهوا على الميسنج داتا، فرقوا بين البوزيتيف الواحد والنيجاتيف اللي هو الصفر، والميسنج داتا اللي هي المفروض تتركها فاضيه. الداتا الميسنج بتتعامل معها بعدين بعد الداتا اناليسيس، يعني بعد ما تجمع الداتا، قبل ما تسوي الاناليسيس بتتعامل معها. وهكذا يعني مثلا البيشنت توفى ما توفى، باي مستشفى اجى، كل هذا بتكتبه هون. عرفت شلون؟ لاحظ مثلا نوتس ولا مثلا هل كان عنده اميون ديفيشنسي، يعني بركي مثلا هو عنده لوكيميا ولا بياخذ كيموثيرابي ولا عنده وات ايفر سندروم معين، هايبر اي جي اي ولا وات ايفر اي جي اي، صح؟ اي جي اي ديفيشنسي. فبدنا نشوف اذا عنده اميون ديفيشنسي، اذا عنده بنحط واحد، اذا لا بنحكي صفر. وهكذا هاي هي اسلوب تجميع الداتا. مهم جدا جدا تجمعوا داتا بالطريقه الصحيحه. لذلك قلنا ريكتانجولر داتا، ريكتانجولر فورمز، بدك تعمل اكسل شيت تتوزع على جميع التيم اذا انتم اكثر من واحد بتجمعوا داتا.
standardize the method of data entry. يعني مثل ما حكينا الفيتالز مثلا درجة الحرارة تكون كلكم تعتمدوا الفواصل. في ناس ممكن يسحبوا على الفاصلة، لا بدكم تتفقوا. الجندر كيف تكتبوه، الايج بدك تكتبوه بالأشهر ولا بالأيام، بالفواصل ولا من دون، والتاريخ يعني مثلا بدك تحط التاريخ اليوم والشهر والسنة ولا الشهر واليوم والسنة وهكذا. هي كلها مهم. agree upon variables with the team early on مثل ما حكينا meningeal signs. يعني مثلا المننجيال ساينز الفحوصات تبع السحايا في ثلاثة، في أكثر من ثلاثة بس يعني هنا ثلاثة مشهورين، برودزنسكي والكارنج، في عندك النكال ريجيديتي. هذول ثلاثة أحيانا الدكتور بالملاحظات تبعه اللي أنت حتجمع منه داتا حيكون كاتب نيجاتيف مننجيال ساينز. حلو. هلأ السؤال هون بيطرح نفسه، النيجاتيف نفترض أنه الثلاثة كلهم سلبيين، مفروض هيك ولا أغلبهم سلبيين؟ يعني مثلا اثنين سلبيين وواحد موجب، او هو مثلا فحص بس وحده وحكى انه نيجاتيف وبدل ما يقول كارنج مثلا حكى مننجيال ساينز. بدكم تتفقوا قبل هيك انه الكلمات هي المبهمه كيف تتعامل معها. هذا يعني موضوع معقد. او مثلا بالعكس لو قال بوزيتيف مننجيال ساينز، هل بدك تعتبر الثلاثه بوزيتيف؟ وهذا جدا يعني انلايكلي، غالبا ما حيكون الثلاثه كلهم بوزيتيف، غالبا بيكون الدكتور فحص وحده منهم وقال بوزيتيف مننجيال ساينز، كمان هي مشكله. هي كلها بدكم تتفقوا عليها. ممكن تعملوا variable ثالث اسمه meningeal signs من دون تفصيل. يعني هذا الشيء مع الأخصائيين، مع الإنسان اللي عنده خبرة بالموضوع أكثر بيعرف شلون يخليك تحل مشكلات هاي. وأدفايس جدا مهمة to back up your data. ما تقعد تجمع لي data وبالأخير كمبيوترك يطفي ولا يغرق ولا يضيع ولا بالغلط تلخبط ويضيع الملف وشأ السنين. لا، دائما ساوي save ودائما خلي أكثر من copy وخلي عندك على جوجل درايف، على جوجل درايف او على الون درايف، خلي عندك باك اب واستعمله. الحمد لله خلصنا. يعني هي السيشن الاولى خلصنا، يعني اطالنا فيها شوط كبير، اسف على الاطاله. يعني انا حاولت استعجل قد ما بقدر من دون ما اسحب على اي تفاصيل مهمه، وفعلا انا ما استطردت باي شيء، ولكن فعلا الموضوع بياخذ وقت كثير، وانا حاولت اعطيكم كل المعلومات الاساسيه. ان شاء الله هي تكون الشغلات يعني اعطتكم خبره منيحه. طبعا حدا بيحب يسأل شيء معين يسألنا على الشات قبل ما نسكر ممكن. وفي على فكرة صح في إعلان قبل ما يعني بغض النظر تكتبوا على الشات، الشغلة مهمة. هلأ على الفيسبوك إن شاء الله راح أعطيكم الهدية، خلينا نقول مثل ما قلت أنا ما فيني أشرح كل شيء، لازم يكون عندك دافع وعندك قراءة شخصية ذاتية. أوكي، فهعطيكم شغلتين هيك ترجعوا لهم تستفيدوا منهم، راح يفيدوكم كثير ان شاء الله، وراح اعطيكم هذا الفيديو تطلعوا عليه. ولكن بالبوست انا احكي التفاصيل، اتبعوا تعاليم البوست بالتفصيل. يعني انا لما احط سبستانس ماتيريال تقراوها او تشوفوها بحطها بالترتيب خصوصا بذهني انه بالترتيب معين مشان تستفيد. لو بتعكس الترتيب يمكن يعني تكون فائده اقل او ما تكون ممتعه بنفس القدر، فامشوا عليها بالترتيب ان شاء الله بتستفيدوا. شغله ثانيه كمان حنزل لكم تعليمات للقائنا اللي ان شاء الله حيكون يوم الاثنين الجاي. رح نبلش statistics كلمه مخيفه، ولكن لا صدقوني الموضوع اسهل جدا مما بتتصوروا. رح نستعمل سوفت وير جميل جدا اسمه جاسب جيفريز اميزنج ستاتستيكال باكج. اكتبوا على جوجل جاسب JASP. شايفين شلون في لسه سكرين شيرنج، هعطيكم اللينك على الفيسبوك. فبتروحوا هون على هذا الموقع وحملوا هذا السوفت وير، حنستعمله مع بعض. يعني هذا السوفت وير رائع جدا، انا بحبه اكثر من الاس بي اس اس، وحتعرفوا ليش بعدين. حملوا هذا ابسولوتلي فري، ما في لا كراك ولا ما كراك ولا بايرت. سووا داونلود وحنستعمله ان شاء الله مع بعض المره الجايه، ونتعلم فيه اساسيات الاستاتستكس. طبعا الاستاتستكس يعني قضيه طويله عريضه، ولكن نتعلم الاساسيات نعطيكم طرف الخيط للي بده يكمل بعدين ان شاء الله. الله يعافيكم جميعا. خلاص معناته منيح هيك، ما في اسئله. نشوفكم ان شاء الله يوم الاثنين، بصير تنزل السلايدات على الجروب. السلايدات هي من هي مو باوربوينت، هي برنامج اسمه بريزي، فما فيني انا اساوي لها يعني ليست مثل باوربوينت اني اعطيكم الملف. هذا اونلاين كلياته من البراوزر، من الموقع هذا اسمه بريزي. حلو يعني بيعطيكي كيف بيعطيكم يعني هي الابيليتي، يعني يوزر فريندلي هيك فيو انيميشنز. فعلى كل حال ما فيني اساوي، ولكن الفيديو نفسه هذا السكرين ريكوردينج ان شاء الله كلياته راح ينزل عندكم على الجروب
راح ننزله أنا عندي على اليوتيوب شانل. في عندي هاي اليوتيوب youtube.com/BelalDroubi. أوكي هاي الشانل أنا بنزل عليها يعني كل الشغلات العلمية الطبية اللي بحبها أنا. فإن شاء الله حتلاقوا كل شيء هون. ومنه السلايدات يعني السلايدات فيك تشوفيهم واحدة واحدة معهم تمام. وفي فيديوهات كمان حلوين يعني تستفيدوا منهم إن شاء الله. بنحكي على الفيسبوك حكيت جوجل سكور زر بجوجل. أوكي 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 شكرا يا جود. نحكي عنه على السريع هاي يس ما بده موضوع طبيعي. أنا ليش بحب شكرا للتذكير الجوجل سكولر باتن هذا لحاله يعني وورف إني أرمي PubMed بالزبالة. PubMed طبعا مهم جدا لشغلة تانية. PubMed الكواليتي إنك تلاقي أرتيكلز بالتفصيل جدا عالية. جوجل سكولر حلو كتير للفاست براوزينج لو بدك تلاقي أرتيكل على السريع أو تلاقي شيء بسرعة تلاقيه بجوجل. ليش؟ روحوا على شوفوا من أذر روحوا من السيتينجز من جود الاسمادي لذلك أنا بستعمل جوجل كروم من بس هي لجوجل كروم أعتقد. روحوا على سيتينجز أوكي بعدين روحوا على إكستنشنز تحت على الشمال وروحوا على Open Chrome Web Store. افتحوا الكروم ويب ستور مفروض يعني بسيطة هي تفتحوا كيف أوكي وروحوا اكتبوا بالسيرش جوجل سكولر. فشايفين هذا جود اللي سألت هذا على فكرة يس مهم جدا 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 جوجل سكولر بوتن هذا اضغطوا عليه وحملوه. أنا أوريدي محمله. هذا الزر الصغير يا جماعة اللي شايفينه عندي يعني مثلا بدك تلاقي أي أرتكل كويك يعني هاي حلاوته مو بس إنه تدور لو أنت أوريدي في عندك أرتكل بس بدك تعرف مرجعيته بسهولة بتلاقيه على جوجل سكولر على جوجل بوتن هذا هو إكستنشن للجوجل كروم. يعني مثلا كيف بدي أعطي مثال نروح على ريسيرش جيت. ريسيرش جيت هذا مثل المنتدى أو هو مثل الفيسبوك للأطباء يعني الفيسبوك العلمي فيه يعني هو مثل فيسبوك الناس بينزلوا الأرتكلز تبعون عليه حلو. فهي مثلا في بنت الآدم هاي هاي كاترينا برايمي دكتورة أنا متابعة حلو منزلة أرتكل حلو منزلة أرتكل. أنا بدي أعرف مرجعية الأرتكل هاي. طبعا كثير أحيان فيني حملها أصلا هون من الداونلود بتكون موجودة فري حلو بس أنا بدي لاقيها بالPubMed بدي لاقي الأوفيشال لينك. هلا أنت ممكن تضغط هون شايفين هذا اللينك اللي هون ويوديك يوديك مباشرة بس كتير أحيان لا بتكون أنت بصفحة تانية ما فيها اللينكات هاي. يعني أنت موجود عندك اسم الارتكل أو أنت فاتح على الارتكل بس ما لك فاتح على صفحة الجورنال. أنت بدك توصل لصفحة المجلة الطبية اللي نشرتها. هاي هي صفحة المجلة الطبية من سبرينجر لينك حلو. هذا الناشر بتعرفوه يعني سبرينجر والسيفير ووايلي هي ناشرين بالطب المشهورين يعني ثلاثة أرباع ولبينكوت هذول أنتوا تعرفوا كل كتبنا إما من السيفير أو من لبينكوت. فجوجل سكولر حلاوته إنه ببساطة بتحط هون بتساوي شوف شلون بتضغط بتكون أنت فاتح على الصفحة تضغط سكولر بوتن ومباشر هو بيلاقي لك اسم الأرتيكل والبي دي إف تبعه وعدد السايتيشنز. يعني هو مثل ما قلت لكم هون أوريدي في لينك بس إذا اللينك هذا ما كان موجود حتقعد تتعب. هلا بدك تقعد تمسكه وتروح على scholar.google.com وتروح لسه تكتب لي العنوان. شوفوا كم خطوة يعني ثلاث أربع خطوات وتسوي copy paste وتدور عليها ولا لسه تروح لي على PubMed. لا بدل هذا كله مباشرة أنت فاتح على الصفحة بتضغط هون مباشرة بيعطيك الـ PDF حلو. فلذلك هذا اللي أنا بحبه كتير بجوجل بوتن كتير بيساعدك وبيعطيك كمان الريليتد ارتكلز. يعني مثلا انا اوريدي فاتح البي دي اف حلو مباشره فاتح عليه بيعطيني اللينك مره ثانيه وفيك تضغط مثلا الريليتد ارتكلز اي ارتكل مؤلفه الى علاقه بالارتكل هاي مره ثانيه شوفوا هاي كلهم عن نفس الموضوع مؤلفين مختلفين من انحاء العالم. فهي هي فكره الجوجل بوتن. في لي فيديو على اليوتيوب يا شو اسمه جود نعم على يوتيوب على نفس الشانل هاي اللي فتحتها يروح على youtube.com/BelalDroubi في فيديو اسمه 3 must have apps for medical students. BelalDroubi 3 must have apps
ففيديو يعني صراحة جمعت فيه شغلات أنا يعني فعلاً بعتبرها كتير كتير مهمة لطلاب الطب يستعملوها، منهم هذا جوجل سكولر بشرح لك إياه أوكي على يعني على أهدى من هيك على أبطأ شوي، وفي غيره كمان برنامجين تانيين جداً حلوين أنا بنصح فيهم، فروح يشوف الفيديو إن شاء الله بتستفيد. ماشي؟ أعتقد هيك بكفي. الله يعطيكم العافية جميعاً، وإن شاء الله نراكم الاثنين، وتابعوا الجروب وشوفوا التعليمات اللي فيها وأي ماتيريا حنزلها هناك مشان نجتمع يوم الاثنين ونستفيد جميعاً. ماشي؟ يلا يعطيكم العافية والسلام عليكم.